مساء الخير يا شباب، اهلا بيكم. احنا الساعه 4 وربع يا دوب نبدا. دكتور رأفت تشرفنا النهارده، والسيشن دي طلع على الفيسبوك وهنسجلها برضو للزملاء اللي هم هيكونوا موجودين في اي وقت تاني. دكتور رأفت اهلا بيك، النهارده معادنا السيشن الثانيه، فحضرتك هوست، فجو اهيد. ومنى يوسف، منى مصطفى مع حضرتك لو احتجت اي حاجه ككو هوست. طيب مساء الخير يا جماعة. طب ردوا على السلام بس. طيب مفيش حاجة. يا دكتور مساء الخير. الأخبار يا جماعة، كله تمام؟ قرينا الجزء بتاع المرة اللي فاتت يا جماعة. حد قرأ الجزء بتاع المرة اللي فاتت؟ هو الجزء بتاع المرة اللي فاتت كان اتوزع ولا ما اتوزعش؟ أنا مش عارف. لا لا، هو كان موجود أونلاين. أونلاين بس. على الفيسبوك. على الفيسبوك، أوكي. يعني طيب. أي حد يقدر يخش يقراه ويشوفه. طيب أنا هفكركم بس بالكونتنت والجزء اللي إحنا خلصناه المرة اللي فاتت والجزء اللي إحنا هنكمله النهاردة. احنا اتكلمنا يعني او الكونتنت اللي احنا هنعرضه في الثري سيشنز، يعني داتا مايننج، اهميه الداتا مايننج في الاستراتيجي سيتنج، الكرايتيريا بتاعت الايديال داتا، التايبس اوف داتا مايننج، الابلكيشنز بتاعت الداتا مايننج. فاحنا اولموست هنخلص معظم الحاجات، والجزء بتاع الابلكيشن هاخد جزء منه النهارده وجزء منه المره الجايه ان شاء الله. انا بس كنت حابب اوصل لكم زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان الداتا مايننج في الاخر هدفها الاساسي ان احنا نطلع بميجا بروجكتس. يعني ايه ميجا بروجكتس؟ انا بشتغل في شركه، الداتا مايننج دي هتخليني اخد اريا معينه او بروجكت معين، بس ده مش هيبقى بروجكت صغير، بقى ميجا بروجكت. يعني اتفرج النهارده على كذا حاجه، حاجه اسمها ار اف ام، وحاجه اسمها دبل كلاسيفيكيشن، وحاجه اسمها الكروس سيلينج. كل ده اكشلي عباره عن تولز نقدر نعتبرها ميجا بروجكتس جوه الديتا مايننج. بس يعني احنا اتكلمنا على الديتا والانفورميشن والنوليدج، قلنا الديتا اكشوال هي عباره عن رو ماتيريالز، اعمل لها بروسيسنج تتحول الى انفورميشن. هتفكر بقى الفرق بين الانفورميشن والنوليدج. انا بحب دايما في كل سيشن تو ريفايز كده السيشن اللي قبله بسرعه عشان نبقى برضو الايند مع بعض. هتفكر الفرق بين الانفورميشن والنوليدج. Information, sorry, knowledge is information with the mix of my previous experience. Okay, الله ينور عليك. فالknowledge هي عبارة عن information plus experience. Okay. احنا اتكلمنا برضو على النقطة دي لو حد كده فكرنا بيها بسرعة. انا عايز حد تاني غير حسن باشا عشان هو اللي بيتكلم معانا كتير. مصطفى باشا. ممكن اقول اتفضل يا باشا. لا، هو ما دول الداتا كواليتي رايت، الكرايتيريا بتاعت الايدل كواليتي، ايدل داتا، يس ايدل داتا كواليتي، اللي هم اعتقد انه كانوا اكتر من كده بتهيألي. لا، ما احنا قلنا اكتر من دول. اكتر من دول. طب فكرنا بقى مصطفى باشا، يا حسن باشا سوري. لا، هو اعتقد ان التايملسنس مش موجوده. كانت تايملي موجوده، كانت سوري مش موجوده هنا. اب تو ديت يعني ممكن. لا، ما احنا قلنا ايه الفرق بين تايملي واب تو ديت المره اللي فاتت. حد يفكر تايملي يعني المفروض انها متوافقه مع التوقيت اللي هي جت علشانه، مش ديتا بايته. يس. واب تو ديت يعني حاجه ريسنت. تمام. طيب يعني ايه كوست افكتيف يا جماعه؟ احمد عادل، يعني تكلفه الحصول عليها تبرر. هي كوست افكتيف اللي هي تكلفه الداتا مايننج كلها تكون مناسبه، ان انا يعني يبقى في كوست بالنسبه لها. يعني ما ينفعش ادفع فلوس كتيره
في الاوتبوت بتاعها اصلا ما يتناسبش مع الكوست اللي موجود للدفع يعني. اوكي طيب الله ينور عليك. فمش هدفع 10 جنيه في حاجه اولموست هتجيب لي جنيه، ما ينفعش. طيب فدي احنا اتكلمنا عليها، اتكلمنا برضو على النقطه دي لو تفتكروا يا جماعه، اللي هي الكومباني انفورميشن سيستم. وانا عشان اعرف اعمل داتا مايننج لازم يكون عندي سيستم، السيستم ده اكشلي جايب لي الداتا وعمل لها كاتيجورايزيشن عشان اقدر اعمل لها اناليسيس. احنا قلنا الثلاثه دول اللي هم الاي ار بي والسي ار ام والماركتنج انفورميشن سيستم. احمد باشا عنوس تقول لنا ايه الفرق بين الاي ار بي والسي ار ام، ده بيفيدني في ايه وده بيفيدني في ايه؟ الاي ار بي الانتربرايز ريسورس بلاننج دي جوه المؤسسه اللي احنا فيها، السي ار ام لها علاقه بالعملاء الكاستم ريليشن شيب مانجمنت بره المؤسسه. فالاي ار بي بيربط لي الادارات الداخليه مع بعض، السيلز مع الماركتنج مع الفاينانس مع الوير هاوسنج مع وهكذا. تمام. موستلي هو بيربط ما بين الكاستمر ما بين الكومباني. طيب الماركتنج انفورميشن سيستم ما اعرفش اتكلمت عليه المره اللي فاتت ولا لا؟ مكونات الماركتنج انفورميشن سيستم اتكلمنا عليه؟ حد يفتكر؟ اتكلمنا عليه المره اللي فاتت طبعا. طب حد كده فكرنا ايه الكومبوننتس بتاعته؟ انترنال ريكورد وبرايمري ريسيرش، انا كاتب النقطتين دول. اوكي طيب وفي حاجه ثالثه انا ما قلت ما قلتش النقطه الثالثه. طيب الماركتنج انفورميشن سيستم هو ثلاث حاجات اساسيه تؤدي الى حاجه، تؤدي الى حاجه عشان برضو نبقى احنا. فاول حاجه في الماركتنج انفورميشن سيستم انا عندي 3 سورسز للديتا، عندي 3 سورسز للديتا، عندي انترنال ريكوردز وعندي برايمري ريسيرش وعندي ماركتنج انتليجنس سيستم. دول نعتبرهم ايه يا جماعه؟ دول نعتبرهم السورسز بتاعت المعلومات. طيب كويس جدا، السورسز بتاعت المعلومات دي هنعمل فيها ايه؟ هناخد منها المعلومات ونبتدي ندخله او ندخلها في حاجه مهمه جدا اسمها decision. سوري decision support system. ايوه يبقى احنا قلناهم المره اللي فاتت marketing decision support system، ولا حضرتك عارفها؟ لا من ده على ده يعني، بس اتقالت المره اللي فاتت برضه. اوكي ماشي حسن باشا، انت مظاهر معانا طول الوقت ودي حاجه كويسه جدا يا حسن باشا. انا مش هرد على حاجه تاني خلاص كده. ليه بس؟ عشان الوقت الناس التانيين بس. حسن باشا دايما مع اتصال في كل الايفنتات، منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا دكتور. اشتغل فين يا حسن باشا؟ انا حضرتك كونسلتنت. ايه فين؟ عندي شركه وكنت شغال قبل كده في شركات كونسلتنج مع دونرز مينلي. كونسلتنتس في ويتش اريا؟ فاينانس، ماركتنج، مانجمنت، ديفلوبمنت ومودرنايزيشن، كله دونرز يعني اي بي ار دي، اي يو، اي اف سي كده يعني، بزنس بروسيس ري انجينيرنج. اوكي انت مهندس اساسا؟ انا معايا ماجستير بزنس وماجستير اي سي تي. اوكي طيب فاللي قاله حسن باشا ده صح، انترنال ريكوردز، برايمري ريسيرش، ماركتنج انفورميشن سيستم، يدخلوا في الماركتنج ديسيجن سبورت سيستم، وليه اسم تاني يا جماعه اسمه التاني اناليتيكال سيستم. طيب المفروض الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه؟ يعني ايه الاوتبوت اللي هيجي في المنطقه الفاضيه دي؟ التقارير اللي طالعه من السيستم المفروض هيبقى ديسيجن يس ديسيجن، الماركتنج ديسيجن او المانجمنت ديسيجن اللي انا عايزه. خلي بالنا من حاجه صغيره، ما هو ايه الفرق بين الانترنال ريكوردز وبين البرايمري ريسيرش وبين ماركتنج انتليجنس سيستم؟ ايه الفرق بينهم؟ يعني انا شركه فودافون الانترنال ريكوردز بتاعها هيبقى ايه؟
اعتقد هيستوريكال ريكوردز، اعتقد الداتا اللي بتدخل على الكور سيستم. طيب ايه تاني يا جماعه؟ انترنال بيانات العملاء اللي بتسلبيه. طيب بيانات العملاء بالظبط اللي بيعملوا سيرفيس عندهم، بياخدوا خدمات، بيتصلوا بيهم، يتكلموا الكول سنتر بتاعهم، كل الداتا. طب الانترنال ريكوردز دي برايمري ولا سكندري؟ دي اساسيه يعني. لا برايمري. الانترنال ريكوردز برايمري. حد ليه راي تاني يا جماعه؟ هو ايه الفرق بين البرايمري داتا والسكندري داتا؟ السكندري داتا لها علاقه غير مباشره مع اللي احنا بنعمله. طيب حد تاني يا جماعه عارف ايه الفرق بين البرايمري داتا والسكندري داتا؟ دي حاجه مهمه جدا طبعا في الداتا مايننج حتى دي يا جماعه. حسب الاهميه مثلا؟ طيب لا هي ملهاش علاقة بالأهمية يا جماعة. هو البرايمري داتا هي عبارة عن داتا لسه هنزل أعمل لها كوليكشن وأناليسيس، لكن السكندري داتا بالبلدي كده لو عندي أكل بايت من امبارح أو من أول امبارح ده السكندري، البرايمري ده أكل لسه هطبخه النهاردة. يعني ناخد مثال كده بسيط جدا، في الشركات بيبقى عندنا أحيانا تيرن أوفر ريت عالي. طيب فاللي بيحصل انه احنا بنجيب بالاتش ار مانجر نقول له طيب عايزين نشوف ليه التيرن اوفر ريت عالي، يقول لك طيب نشوف. نقول له نشوف. طب هنشوف ايه؟ هنشوف الداتا بتاعت الاكزيت انترفيو، هنشوف المرتبات بتاعت الناس، هنشوف الميتنجز اللي اتعملت مع الناس، هنشوف فاينانشال دوكيومنتس. كل ده عباره عن داتا اوريدي موجوده ومتجمعه ومحفوظه في الشركه، يبقى دي اسمها سكندري داتا. بصيت لكل النقاط دي لقيت حل للمشكله، لقيت الناس كلها المرتبات وحشه والناس في الاكزيت انترفيو بتتكلم على المرتبات، فخلاص الموضوع اتحل. لا لسه مش كده. لقيت مفيش حاجه تربط الخيوط الداخليه كلها مع بعض، مفيش حاجه تفسر ليه الناس بتمشي. فاعمل ايه ساعتها؟ اروح جايب عينه من الناس اللي موجوده في الشركه والناس اللي مشيت، وابتدي اقعد معاهم واسالهم اتحولنا هنا ليه؟ ليه ده اسمه ايه؟ اسمه البرايمري. السكندري الميزه اللي فيه ان هو ببلاش، ما هو موجود اوريدي، ما بياخدش لا وقت ولا مجهود ولا فلوس. بس طب ايه مشكلته؟ ممكن ما يكونش يحل لي الموضوع، ممكن يكون irrelevant. حاجه ثانيه ممكن يكون قديم، ممكن يكون inaccurate، فاضطر اعمل ايه؟ اروح للبرايمري. فالانترنال ريكوردز والانترنال ريكوردز از سكندري، وايل البرايمري ريسيرش والماركتنج انتليجنس از برايمري. طيب برايمري ريسيرش ما اسمه كده، ماركتنج انتليجنس يعني هو جاي من كلمه مخابرات يا جماعه، جاي من كلمه مخابرات. هو اكتر ايجنسي يعني السي اي اي بيقال ان بتصرف عليها سنويا حوالي 20 مليار دولار فور كوليكشن اوف ديتا. فور كوليكشن اوف ديتا لما نيجي نشوف كلمة انتليجنس هي جت من كده، مخابرات معناها انتليجنس. وعايز اقول لكم لما تحب تقروا حاجة لطيفة على شخصية خصوصا من الشخصيات القديمة، الشخصيات الجديدة مش هتلاقوا التقارير بتاعتها، ادخلوا اتفرجوا على التقارير اللي بتعملها السي اي اي، تعمل اناليسيس حلو جدا 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 وتطلع لك في الاخر الكونكلوجن. كل شوية هم بيعملوا ريليس للديتا. فالماركتنج انفورميشن انتليجنس سيستم معناه انا بكولكت كل الهابينج ديتا اللي بتحصل في السوق واخدها وادخلها بقى على الماركتنج ديسيجن سبورت سيستم اللي في الاخر هيساعدني ان انا اخد الديسيجن. طيب نيجي نبص ليه احنا برضو الحته دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت يا جماعه، سورسز اوف داتا على الكومبيتيتورز. قلنا ميستري شوبينج، حد يفكرنا ايه هو الميستري شوبينج يا جماعه؟ ده الشوبينج اللي بيحصل عن طريق ان انا بدخل اكني عميل مع الكومبيتيتورز واحاول اكولكت بعض الانفورميشن منه زي البرايس زي الحاجات التانية اللي انا محتاجها من الكومبيتيتور اللي قدامي. هل هي كومبيتيتورز بس ميستري شوبينج ولا ممكن استفيد منها في حاجات تانية؟ ممكن في الخدمات طبعا، خدمات حكوميه. طيب ممكن اعملها تو ايفالويت ماي اون امبلويز زي ما الدكتور شديد بيتكلم. انا هدخل
انا جهه رقابيه على مثلا جهه حكوميه، مش فانا انا بقيم شركتي، انا بقيم موظفين بتوعي. طبعا ليها استخدام تالت ما اعرفش حضراتكم شفتوه قبل كده ولا لا، للميستري شوبينج، انه احيانا بنستخدمها عشان نحفز الديستريبيتورز. ده تكنيك لطيف جدا، يعني بكم فريش اعمل عمل مره كده فتره لطيفه، قال لك انه احيانا السيلز بيبول اللي واقفين في المحلات بتاع شارع عبد العزيز ليهم دور في ان المنتج يتحرك، لانه احيانا العميل بيساله اشتري فريش احسن ولا زانوسي احسن؟ فقالوا هنعمل ايه؟ هنعمل حركه اسمها ميستري شوبينج. هيدخل شخص ميستري شوبر يقول للشخص البياع اللي واقف انا عايز اشتري ثلاجه، تنصحني ايه، بزانوسي ولا تنصحني بفريش؟ فلو قال له فريش وهو الراجل فعلا ده الميستري شوبر بيديله جنيه ذهب او وات ايفر الهديه ايه، فالموضوع يسمع بشكل او باخر. كلمنا على الريتيل اوديت، ما اعرفش كملناها ولا لا. ريتيل اوديت اتكلمنا عليها يا جماعه، قلنا ايه الشركات في كل الصناعات ولا لا؟ قلنا عليها شويه بس مش كتير يعني. طيب حد يفكرنا كده، خلينا نقول الاوتوموتيف والحاجه الثانيه الاف ام سي جي والحاجه الثالثه الفارما والهيلث كير. الرابعة الميديا. حاجة الخامسة اللابتوبس و هوم ابلاينسز. والتالتة بتاعتهم كانت ايه؟ الموبايل. الاوتوموتيف ما اعرفش انا قلت اسم الشركة اللي بتعمل ريسيرش في الاوتوموتيف ولا لا. حد فاكر، حد عارف يا جماعه مين الاوتوموتيف، مين الشركه اللي بتعمله؟ طيب هي شركه اسمها اميك. متهيألي احنا ما دخلناش في النقط دي المره اللي فاتت. اوكي مش كده، انا بسال الحته دي. طيب خلي بالك يا جماعه، الريتيل اوديت هو من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الداتا مايننج، لان هي كم المعلومات اللي فيها كم عظيم جدا، وبيجيب لك انت والمنافس بتاعك. الاميك يا جماعه خلينا ناخدها في صفحه لوحدها او في سلايد لوحده. بيشتروها بتوع العربيات وبتوع البنوك. طب بتوع البنوك ليه؟ عشان يبيعوا عربيات طبعا، عشان كار لونز. اه يبقى اوتوموتيف ماركتنج انفورميشن كونسل، يبقى الاميك هي اختصار اوتوموتيف ماركتنج انفورميشن كونسل، بنسميها اسم لطيف جدا بالعربي مجلس معلومات سوق السيارات. مجلس معلومات سوق السيارات بيجيب لي ثلاث انواع من الماركتس، بيجيب لي البي سي اللي هي الباسنجر كارز، بيجيب لي التراكس، بيجيب لي الباسز. دول الثلاث حاجات اللي بيجيبهم. بيشتغل بنظام اسمه البي بي جي. لازم نعرف الحاجات دي يا جماعه، لان دي تولز اساسيه في الداتا مايننج. يعني هبقولهم النهارده بس خلينا نقول دي وهرجع لهم تاني اقولهم مجمعين. حد يعرف يعني ايه بي بي جي؟ دي طريقه بتستخدم في الاناليسز عشان اطلع ب داتا بيهايند ذا داتا. بريفيوس بيريود جروث. حد يعرف يعني ايه بريفيوس بيريود جروث؟ طيب previous period growth هو الايميك لما تشوف تتفرجوا عليه، خلينا افرجكم عليه برضو عشان لما تتفرجوا على الايميك يا جماعه هو عباره عن ايه؟ هو بيقارن بيع الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بنفس الشهر السنه اللي فاتت. بيقارن بيع الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بنفس البيع بتاع نفس الشهر السنه اللي فاتت. هل ده عامل زي وايت واي انديكيتور ولا حاجه زي الثانيه؟ الايه سوري يا حسن؟ ابسون انديكيتور. انا مش لاقط الكلمه اللي انت بتقولها. واي تو واي يعني واي اون واي يعني يير تو يير يعني. يعني حاجه زي، بس هي مش يير تو يير، هي ممكن تبقى يير تو يير بس هي عباره عن سيميلر بيريودز يا اما مانث تو مانث يا كوارتر تو كوارتر يا سمستر تو سمستر يا اما ايفن يير تو يير، بس اتس يير تو يير دي تتعمل مره واحده في السنه. ادي شير سكرين اهي، ادي الايميك اهو يا جماعه عشان برضو
نبقى عارفين التقارير اللي احنا بنستخدمها. يعني هو اسمه مجلس معلومات سوق السيارات. ادي ادي التوتال ماركت بيجيبوا كباي شارت. اهو ده مثلا بيتكلم على التوتال ماركت، بيقارن شهر نوفمبر 2018 بشهر نوفمبر 2019 بشهر نوفمبر 2018. ده اسمه previous period growth. previous period growth. طب ليه سموه previous period؟ لان هو actually عبارة عن بيقارن فترات متشابهة. بيعالج لي مشكلة اسمها ايه يا جماعة؟ ايه المشكلة اللي هيعالجها لي؟ لو اعتقد لو في اختلاف كبير ما بين نفس الفتره للفتره اللي بيجيب لك بالظبط ايه المشكله يعني. يبقى هيعالج لي مشكله اسمها ايه يا احمد؟ اسمها السيزوناليتي. هيعالج لي السيزوناليتي. ليه سيزوناليتي؟ لان انا بقارن فترات متشابهه، فما عنديش هنا سيزوناليتي. شايفين اهو ده التوتال ماركت. بعد كده بيجي بقى اللي يقسم بقى باسنجر كارز، هيونداي وتويوتا وكيا ونيسان وهكذا. يخلص الباسنجر كارز يجي الحاجه اسمها ده نيو سيجمنتيشن ماشي، الباص ماركت او الباصز. هنا جايب كينج لونج، شيفورلي، جولدن دراجون، تويوتا، سوزوكي وهكذا. يخلص يدخل بقى على التراكس، شيفورلي، نيسان، تويوتا، سوزوكي، فيات، مرسيدس وهكذا. طبعا هو 99% من الريبورت ده كوانتيتيف، وجزء صغير قوي بس اللي انتم شايفينه ده هو الجزء الكواليتيف، لكن هو موستلي كوانتيتيف ريبورت. زي ما احنا قلنا يا جماعه هو بيتباع لتو سيجمنتس اساسيين، بيتباع لل بنوك وتباع للشركات العربيات والاكسسوارز، عشان هم دول اكشوالي اللي بيحتاجوا هذا التقرير. فده اسمه previous period. هو بيمشي بتكنيك اسمه previous period growth. طيب نرجع تاني، حد يعرف في الاف ام سي جي مين اللي بيعمل ريتيل اوديت؟ في ناس زي ابسوس مثلا. لا ابسوس نحطها في بيعمل ريسيرش. سوري ابسوس في الميديا. بس خلي بالكم من حاجه صغيره، التقرير بتاعها واقف بقاله اكتر من سنه ونص او سنتين. حد يعرف ليه؟ انتوا لازم تبقوا اوير بالحاجات دي يا جماعه عشان تبقى عارف السورس اللي بتجيب منه. طبعا طلع كلام، هو طبعا ابسوس كانت بتعمل بتجيب الفيور شيب ريت بتاع القنوات الفضائيه، فقيل الكلام ده ما نعرفش اذا كان حقيقي ولا لا، انه في نوع من التزوير اللي في ريبورت ل صالح ام بي سي مصر، فوقف التقرير. طيب اي سي اف ام سي جي اي سي نيلز، هو كان التزوير مش لام بي سي مصر بس، كان لقنوات ثانيه طلعوهم يعني لحد ما يعني. اتفضل بس بس انا اعرف حد شغال هناك كان بيقول ان ان يعني روايه اخرى انه ايوه اتقال ان هم بيحبوا صالح قناه معينه، بس ان وقع الامر على حسب الاناليسز اللي جاي من الناس اللي جوه انه مش ده يعني اللي كان بيحصل، انه زي كان في تنافس بين القنوات وبعض، فاتقال ان هم بيحبوا القناه معينه عشان قناه ثانيه كانت عايزه هي اللي تطلع في ريبورتس اعلى مشاهده، فحصلت ايشوز بخصوص الموضوع ده، بس اللي فهمناه ان هي ماشيه على رولز جايه من بره، وان هي المفروض انها ما بتحبش لحد على حد يعني. اوكي. يعني هو بغض النظر عن السبب، هي المشكله الاساسيه دلوقتي ان احنا ما عندناش معلومات على الميديا. يعني عايز اعرف مثلا انت لو كنت شفت ريبورت، لو يعني اوريه لكم بسرعه كده، ريبورت مرعب بتاع ابسوس. مرعب. ليه مرعب؟ لان فعلا في كم معلومات حضراتكم ما تتخيلوهاش. يعني ابسوس فيورشيب، لو شفتوا التقرير جايب لحضراتكم ايه؟ جايب لحضراتكم نسبة المشاهدة كام؟ وبعد كده يرجع يقسمها بايه؟ يرجع يقسمها بالسن، وبعدين اهو كويس الريبورت.
كل حاجه هو الديموغرافيكس. الله ينور عليك. شايفين يا جماعه ده اخر تقرير طلع. ما فيش حاجه موجوده يعني. ايه اللي موجود السلايد بس بتاعك بتاع ال طيب لارجع اوكي. تالي كده ظهر كده اوكي. ده الفيورشيب تي في فيورشيب ان ايجيبت مارش 2017. تقرير مرعب فعلا يعني. تشوف ال خلينا نجيب على طول ندخل على الجزء الاساسي اهو. الشانل بيرفورمانس هنا جايب التوتال توب ريتد شانلز ام بي سي مصر ام بي سي 2 ام سي مصر 2 الاهلي تي في روتانا سي بي سي دريم وهكذا. وبعدين بيرجع يحطهم تاني هنا بشكل اخر جايب 30 قناه. هنا التوب 10 ستيشنز فيورشيب بروفايل ترند باي تايم سيجمنت. هنا رجاله وستات ميل وفيميلز. هنا بالسن 15 ل 24 25 ل 44 اكتر من 45. شوف كمان بيه يا جماعه بالسوشيال كلاس اي بي سي 1 سي 2 دي اي. التوب ريتد شانلز بقى موفيز وسيز وسبورتس وجي جي اي اللي هي غالبا جنرال حاجه او جنرال انترتينمنت مش عارف مش فاكر. توب 10 ادي هنا برضو 30 شانلز. البروجرام بقى هنا توتال ان توتال مسرح مصر وبعدين سلسلة الدم وبعدين عربس جوت تالنت كابتن انوش وهكذا شكشك شو ده ان توتال. بعدين بيظبط البروجرامز اكوردنج الرجاله شكشك شو از نمبر 1 وبعدين مسرح مصر الستات مسرح مصر وبعدين سلسله الدم وبعدين عرب جوت تالنت وهكذا. هنا بالسن بعد السن بيتكلم على الفوتبول ماتشز الاهلي فيرسس مش عارف بيد فيست ويتس اني هاو. التوب موفيز جي طبعا 50 دايز اوف سمر وورم بوديز وهكذا. بروجرام جنر اناليسيز هنا بقى بيجيب القنوات بقى بالكل قناه بالاس كيوز بتاعتها الحياه ومش عارف ايه. هنا سفره وسفرة سالي وسي بي سي ودراما وسي بي سي 2 هنا ام بي سي. طيب التقرير ده يا جماعه مش موجود دلوقتي. حضرتك تعمل ايه لو عايز تعمل داتا مايننج للتي في شانل؟ حد ممكن يتخيل؟ ما عنديش التقرير ده دلوقتي. طب هعمل ايه؟ يعني انا بتهيألي ممكن وسيله من الوسائل هي المشاهدات مثلا على اليوتيوب. يعني ممكن اشوف نسبه المشاهده على اليوتيوب لكل تي في شانل كام وممكن اقيس عليها. انا حتى كان سؤالي بالنسبه للداتا اللي اتعرضت قبل كده او اللي حضرتك عرضتها من شويه هو ازاي جاب الاعداد دي او جاب النسب دي للنسب المشاهده؟ يعني ايه هي الوسيله؟ هل مثلا انا مش بابليك سيرفيز؟ هقول لك الاجابه اللي انا اتقالت لي لما سالت حد منهم بيعملها بطريقتين. الطريقه الاولى بيشوف كم واحد وقف على التردد ده. بس مشكلتها الاساسيه اللي انا فهمته برضو منهم انهم عندهم مشكله في الوصله لان الوصله بتتحسب بشخص واحد رغم ان الوصله في المناطق الشعبيه ممكن تبقى رايحه ل 50 60 بيت. النقطه الثانيه بياخد سامبل ويعمل فوكس جروب. فدي الطريقتين اللي بيجيب منها النسب المشاهده. ايوه عندنا حاجه يا جماعه بديله للكلام ده بس مهم جدا ان احنا عارفينها بغض النظر انت بتشتغل في ويتش اندستري ليه. بس ممكن تقول لي طب انا مالي ومال الميديا؟ انا مش بشتغل في الميديا. لا انت ليك دعوه بالميديا. ليه دعوه بالميديا؟ لانك انت بتعمل اعلان انت لازم تبقى عارف هتروح فين. فخليني افرجكم على حاجه كده مهم جدا ان انتوا تبقوا عارفين يعني. وهي الميزه كمان اللي فيها ان هي اولموست ببلاش مش بفلوس.
او جزء كبير جدا منها ببلاش، فانت مش بتدفع كتير فيها. دلوقتي هندخل على جوجل وهنكتب حاجة مهمة جدا اسمها، هنكتب كده social bakers Egypt. حد استخدم التقرير ده قبل كده يا جماعة؟ لا. اوكي، التقارير دي مهمة جدا يا جماعة، انت بتشوف فيها كم analysis انت مش ما تتخيلوش. طيب تعال نشوف كده. طيب هو جايب لي ايه هنا يا جماعه؟ جايب لي كذا حاجه، جايب لي التولز اللي موجوده، جايب لي فيسبوك، تويتر، يوتيوب. شايفين مكتوب ايه حضراتكم في الاول؟ احنا اللي واقفين عليه دلوقتي ده كل الصفحات، ده اول بيجز. ماشي، جايب لي هنا لارجست اودينس، دول اعلى ثلاث اشخاص عندهم فانز على الفيسبوك، وهيجيب العشرة كلهم دلوقتي. بس مصطفى حسني 33 مليون، عمرو خالد 30 مليون، مجلة حبيبتي اللي ناس ممكن كتير ما تعرفهاش 27 مليون. طيب ده بيقول fastest growing pages in Egypt. امتى؟ انا عايز هيجيبها لك لغايه last month، فانا عايز اخر شهر. خلي بالكم شايفين يا جماعه الصفحه بتاعت وزاره الصحه ليه الطلب عليها عالي جدا، او ليه بتنمو بشكل عنيف عشان موضوع الكورونا. فالعربيه مصر، دعاء سهيل اللي بتاعت التخسيس دي، وبعدين وزارة الصحة، وبعدين مش عارف سين، وبعدين اليوم السابع. طيب تعالوا نشوف أعلى 10 صفحات. هو فوق جاب لي 3 صفحات منهم، 33 مليون مصطفى حسني، عمرو خالد 30، حبيبتي 27، نساء الجنة 23. أهو قنوات الفضاء ابتدت تظهر، ام بي سي مصر 22 مليون، تامر حسني 18، اليوم السابع 17، عمرو دياب 16. خلي بالكم من السايت ده يا جماعة، السايت ده مهم جدا، كل يوم معلومة طبية 16، أصحبي 15. خلي بالكم ده كل الحاجات في كل حاجة. ليه؟ لأنه أنا ممكن أعمل إيه؟ أقول له لأ select industry، يعني مثلا ناخد مثلا صناعة زي، أو ناخد brands. هو قال لي مثلا عايز airlines، نفترض ناخد airlines، ولا حابين ناخد إيه؟ alcohol، auto، beauty. ناخد beauty مثلا، فأنا اخترت بيوتي. ماشي، ده هنا الشركة اسمها بايو فانز، بايو أورجانيك، بيجيب لي بقى عدد الفانز بتاعته، وأقارن الفانز بي، جايب لي برضو بعض الحاجات التانية اللي موجودة في مجال برضو البيوتي، زي مثلا هير كود، زي مش عارف فيلا، مش عارف ايه، وهكذا. طيب هرجع تاني اقول له مثلا لا انا مش عايز بيوتي، انا عايز مثلا اوتو. وادي احنا في ايجيبت اهو، طلع لي مين اوتو؟ اعلى حاجه كيا موتورز 2 مليون، ده اعلى ناس عندهم في الاوتو عدد على الفيسبوك. بي ام دبليو ايجيبت عندنا 2 مليون وحاجه، هيونداي 1 مليون وحاجه. عايز بقى العشرة كلهم اهو، كيا، بي ام دبليو، هيونداي، تويوتا، سينوفا، مش عارف فورد، مرسيدس، وهكذا. طيب نخرج من البراندز نيجي للسليبرتيز. طب انا بحتاج السليبرتيز ليه؟ لانه ميبي اعمل اعلان عن الشركه بتاعتي وعايز حد من المشاهير. طبعا هنا لازم تخلي بالك لانه قلب هنا على امريكا، فانا لازم اسلكت كونتري او ايجيبت. مين المشاهير الناس بتتكلم عليها؟ هم دول كانوا في التوتال، فرجعوا تاني هنا معانا مصطفى حسني، عمرو خالد، مجله حبيبتي، بعد كده تامر حسني، عمرو دياب، محمد حمائي، احمد حلمي، محمد صلاح، احمد السقا، ياسمين عبد العزيز. طيب ده مين ده السليبرتي؟ ده بقى مهم جدا يا جماعه، الكوميونتي، تجمعات على الفيسبوك. هتتخضوا برضو شويه لما تشوفوا مين اعلى تجمعات. نساء الجنه، كل يوم معلمه طبيه، اسحبي.
23 مليون 16 مليون 15 مليون تعال نشوف بقى العشرة. كل ملكك، دار الافتاء المصرية، روزي فوتوغرافي، ستات نواعم زي السكر، سين، كرمة الضفدع. ايه كرمة الضفدع؟ ايه هي؟ فانا هنا ده دي اسمها كوميونيتيز. طيب انترتينمنت برضو هنا نختار كونتري ايجيبت. رامز مجنون رسمي، باسم يوسف، برنامج مع ابتدى منى الشاذلي. ناخد الباقيين بعد كده على قد الايد. جو شو، مسلسل كبير قوي. شادي سرور، لقمة هنية، هي وبس، القاهرة اليوم. طيب نيجي بعد كده للميديا، دي بقى المهمة جدا دخلنا فيها عشان الحتة دي. نختار طبعا، هو بيجيب لي دايما امريكا باي ديفولت، لازم اختار ايجيبت كل مرة. ام بي سي مصر رقم واحد، اليوم السابع رقم اتنين، سي بي سي ايجيبت رقم تلاتة. تعال نشوف الباقي. شبكة رصد، اكبر كنت النهار، المصري اليوم، سي بي سي سفرة، اون ايجيبت، الاهلي تي في. ده الميديا. البليس برضو سيلكت ايجيبت هنا. طبعا في حاجات انتوا هتستغربوا جدا عليه بس ده الواقع. مارينو تاليانو، بهية فاونديشن، دكتور معاك القلب مع دكتور ياسر النحاس. الباقي اهو، افضل اماكن الفسحة والخروج، بيوتي، مش عارف باي، اهل اسكندرية، وهكذا. نيجي بعد كده للسبورت، عايز اشوف مين النوادي اللي الناس بتتكلم عليها اكتر. طبعا الناس الزملكاوية هيزعلوا مننا شوية. الاهلي 12 مليون، زمالك 6 مليون، بيراميدز 2 مليون. لما نشوف بقى العشرة، الاهلي ظهر في كذا حاجة تاني. الاهلي ظهر رقم 4 تاني، الاهلي ايجيبت، المصري سبورتس كلاب، وادي دجلة، مش عارف الاتحاد المصري، الاهلي فولي بول، كايرو، الاهلي هاندبول. فده اكشن. شفنا ريبورت شكله ايه يا جماعة؟ ريبورت فيري نايس ريبورت، لازم نبقى عارفينه بشكل او باخر عشان ده من الحاجات المهمه جدا ان احنا نجيب نشوف المعلومه منه. طيب نرجع تاني. طيب ده بالنسبه للميديا ابسوس. اف ام سي جي شركه اسمها اس ان الس، احد الشركات المشهوره جدا يا جماعه اس ان الس. فارما وهيلث كير، حد يعرف مين الشركه اللي بتعمل ريتيل اوديت في الفارما والهيلث كير؟ كان اسمها قبل كده اي ام اس، وتغير اسمها دلوقتي اي كيو فيا. مين معانا؟ انا محمد مصطفى. اشتغل فين يا محمد باشا؟ انا صيدلي. لا فين يعني؟ في اتصال. اوكي، بس انت بتشتغل في اتصال نفسها؟ اه، بس بتشتغل كصيدلي ولا بتشتغل بقى انا يعني الاكاديميك، يعني اكاديميا انا صيدلي فارماسيست من صيدله القاهره 2005. اوكي طيب، وغيروا اسمها بقت اي ام اس، بدل اي ام اس بقت اسمها كيو فيا، عشان هو حصل ميرج من شركتين. وهي اي ام اس اختصار انتركونتيننتال ميديكال ستاتستكس او انترناشونال ميديكال ستاتستكس، تالي كانت انتركونتيننتال على ما اعتقد. شوفها برضو، ممكن تطلع انت صح، بس انا اعتقد انها كانت انتركونتيننتال. حد يعرف لابتوبس، هوم ابلاينسز، موبايلز؟ سوري، جارتنر بتاعي؟ لا، جارتنر في التليكومنيكيشن. اي دي سي؟ لا، اسمها جي اف كي. حد يعرف اختصار ايه يا جماعه؟ اختصار جروث فور نوليدج، جروث فور نوليدج. فدي دي الجي اف كي. جي اف كي من التقارير مشهوره جدا جدا جدا. اي تقرير من دول يا جماعه، انا هحاول بس افرجكم على حاجة منهم برضو عشان تبقوا شفتوا كل الحاجات. اعتقد معايا اي سي نيلسون،
طبعا التقرير بيبقى معقد جدا يا جماعه، لان فيه طبعا كم المعلومات اللي بتبقى موجوده فيه بتبقى كتيره قوي. طب مش عارف ليه نيلسون مش طالع معايا، يمكن ان اي اهو اعتقد انه هو. انتوا كده لسه هي ان اي اي بس انا الفكره مش كده، الفكره انا مسجلها ايه هنا هي دي بس. لا هو طلع معايا خلاص اهو. مش في اير للتقرير. بس ده مش بتاع الـ FMCG. صف هو ده مش التقرير اللي انا بدور عليه بس. اني هاو ميديا خلاص احنا قلنا عليه، لابتوبس ده جي اف كي. كان في تقريرين كده مش عارف جبنا سيرتهم المره اللي فاتت ولا لا، البي ام اي واليورو مونيتور. اتكلمنا على البي ام اي يا جماعه؟ اتكلمنا عليه البي ام اي، اتفرجنا عليه. طيب اتفرجنا على السايت تقريبا، حاجه من السايت. اي سايت؟ او يمكن عملنا ريفرنس على السايت بتاع البي ام اي. احنا جبنا سيرته لكن ما شفناهوش. انا اتكلمت عنه باعتباره سورس اوف انفورميشن مهم جدا. اوكي. طب هفرجكم عليها، هتتخضوا يا جماعه من كم المعلومات اللي فيه، وبالتالي عشان تقدر تعمل داتا مايننج لو مش معاك تقرير زي كده غالبا مش هتعرف تعمل داتا مايننج. هو في تقريرين منه يا جماعه، في التقرير الاولاني بيبقى بيحلل الدوله، يعني بنسميه كده تحليل بوليتيكال وايكونوميك، والحاجه الثالثه بنسميها كانتري، بنسميها operational risk. يعني افرجكم عليه. حد فاكر طبعا احنا ذكرنا which company اللي بتعمله؟ طيب البي ام اي يا جماعه اللي بتعمله وكاله اسمها وكاله فيتش. عارفين الوكاله دي؟ وكاله فيتش. سمعنا الاسم ده يا جماعه؟ فيتش فيتش ايوه. بتعمل ايه وكاله فيتش؟ تصنيف ائتماني للدول، بتعمل تصنيف ائتماني. شايفين الفوركاست اب تو كام سنه يا جماعه؟ 2028. اولموست بنتكلم عن 10 سنين ان فرونت او اب فرونت. طبعا التقرير ده غالي شويه، التقرير ده بيتعمل كل 3 شهور، كل 3 شهور بيتعمل 4 مرات في السنه. توتالي في الكوارتر بيبقى بحوالي 3000 دولار، فتوتال السنه بحوالي 12000 دولار. بس طبعا التقرير الديزيرفز الفلوس اللي بتحط فيه. هنا ده الكونتري ريسك، بعد كده بيعمل سوات للايكونومي، بعدين بيعمل ايكونوميك اوتلوك، مونيتري بوليسي، فيسكال بوليسي وهكذا. مش هدخل في الحاجات دي طبعا عشان الوقت. بوليتيكال اوتلوك، وبعدين بيدخل في حاجه اسمها الاوبريشنال ريسك. شوف كم المعلومات اللي موجودة فيه، حاجة عظيمة جدا. تيبلز واناليسز. طب هو السؤال بتاع التقرير ده، هل هو نيوترال ولا مي بي بايست اني هاو يعني؟ طيب هو السؤال ده، السؤال دايما بنسأله، بنسأله دكتور شديد. هو السؤال ده، هو التقرير ده نيوترال ولا بايست؟ هو التقرير ده بقى له اكتر من 15 سنه في اللي بيتعمل. حضرتك كشركه لو اشتريته مره واثنين وثلاثه وجربت المعلومات اللي فيه ولقيت المعلومات اللي فيه دي متظبطه لدوله معينه، غالبا مش هتشتري تاني.
غالبا. وبعدين هو مش بيتكلم على دول بس، يعني دي حته صغيره بيتكلم فيها على الدول. هو بيقول لحضرتك الايكونومي والبوليتيكال سيتويشن بتاعت الدوله وهكذا. الناس بتجربه مره واثنين وثلاثه، لما بتلاقي المعلومات اللي فيه اكيوريت خلاص هكمل معاها. فهو القصه دي ما تقلقش من القصه دي، وكاله فيتش وكاله محترمه. And that's why ان الريبورت ده ليه كريديبيليتي عاليه جدا جدا جدا. كل الشركات المالتي ناشونال في مصر بتشتري هذا التقرير. التقرير ده بيشتغل اولموست ب 17 صناعه، 17 صناعه. اشتغل فارما، هيلث كير، اف ام سي جي، بانكينج، اويل اند جاس، فود اند بيفرج، حاجات كتير جدا، بيوتي وهكذا. بس انا عايز اسال سؤال صغير. حضرتك مش شايفين التقرير دلوقتي مش كده؟ 2017 مش مكتوب بعدها حاجه. 2018 مكتوب بعدها اي. 2019 مكتوب بعدها اف. ايه الفرق بين الاي والاف؟ الاي استيميتد اف فوركاستد. الاي سوري استيميشن والاف فوركاست. استيميت استيميت. طب ايه الفرق بين استيميت وبين فوركاست؟ الفوركاست بيكون مبني اكتر على داتا لسنين سابقه. الاستيميت يمكن الداتا اللي بتبقى متاحه بتبقى اقل شويه. بس انا لو منتج لسه نازل جديد ممكن اعمل له فوركاست رغم انه ما عندوش داتا قبل كده. اه طب لا، بس انا عندي داتا للكومبيتيتورز، داتا للاذر برودكتس اللي ليها نفس الاودينس، ليها نفس الكاستمرز، فانا ممكن اقيس عليها. طب لو انت عندك مثلا بتفتح مطعم تشاينيز في مصر وما فيش ولا مطعم تشاينيز موجود في مصر، مش هتعمل فوركاست؟ لا، هيبقى في فوركاست بس مش هيتبني على كومبيتيتورز، هيتبني على اودينس، هيتبني على لوكيشن، هيتبني على. قاعده بتقول يا محمد ان الفوركاست لازم يبقى مبني على ان الداتا تبقى موجوده. لا، دي واحده من الحاجات اللي ممكن يتبني عليها، انه مش كل حاجه. طيب مش حد تاني عنده في التصور ايه الفرق بين كلمه استيميت وفوركاست؟ طيب هو الفوركاست يا جماعه معناها ان انا بحط فوركاست لفتره كامله زي سنه مثلا، الكل الرقم اللي محطوط في الفوركاست اللي هو موجود هنا تحت كلمه اف معناه الرقم ده كله اكشوالي ما تحققش منه ولا حاجه. لكن كلمه استيميت عاده بنعملها في الكوارتر الاخير من السنه. فلا احنا دلوقتي مثلا في شهر 7، فلو جيت قلت لك محمد الفوركاست بتاعك للسنه دي كام؟ مش هيبقى الير اند استيميت. سوري؟ الير اند استيميت. يعني هو بالظبط كده. كلمه لما اقول مثلا انه الفوركاست بتاع 2020 100 مليون، ده معناه ان انا لسه في شهر 12 2019، وال 100 مليون اللي انا حطيتهم دول ولا جنيه منهم اتحقق. لكن لما اجي في شهر 7 واقول انا هقفل السنه دي 100 مليون، يبقى ده اسمه استيميت. ليه؟ لان ال 100 مليون ده ممكن يكون اتحقق منهم لغايه بدايه شهر 7 70 مليون. فكلمه استيميت يعني الرقم اللي محطوط ده جزء منه اكتوال وجزء منه فوركاست. لكن كلمه فوركاست معناها ان الرقم اللي موجود ده بيورلي فوركاست، مفيش ولا حاجه منه اتحققت كاكتوال. عرفنا يا جماعه الفرق بين كلمه فوركاست وبين كلمه استيميت؟ اوكي. ده شكل ريبورت بقى. كل طبعا ده جزء كلم في الاول على الايكونومكس، بعد كده بيتكلم على البوليتيكال، بيتكلم على اوبريشنال ريسك. شايفين طبعا منظر الجرافس عنيف جدا جدا جدا. الواي او واي دي اللي هو يير اوفر يير، عشان بس في بعض المصطلحات هتشوفوها هنتكلم عليها بعد شويه. هنا مثلا بيتكلم على الناس بتصرف في الفلوس بتاعتها في ايه. فاحنا عندنا هنا فود اند بيفرج، بنتكلم على هاوسنج، هيلث، وهكذا. النسب بتاع كل حاجه على حد. شايفين يا جماعه الشكل ريبورت ازاي؟ شكله عنيف جدا، عنيف جدا. فده اكشوالي الريبورت نفسه. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن. ممكن نعمل حاجه لطيفه عشان ما نقعدش كل شويه نختار السكرين كده، وبالتالي انت حضرتك هتشوف معايا كل اللي انا بعمله وذوت ان احنا نقعد نرجع نختار تاني. طيب ده البي ام اي. ما اعرفش احنا اتكلمنا المره اللي فاتت يا جماعه على سي اي اي دوت جوف ولا لا؟ عنه بس الايه سوري؟ يعني ذكرنا اسمه، يعني ان هو ممكن يكون
مصدر جيد للمعلومات. حد طيب دخل بص عليه يا جماعه؟ تمام كتير يعني. طيب عايزين نتكلم على انواع المعلومات types of information. معرفش برضه احنا ذكرنا الحته دي المره اللي فاتت ولا لا، قلنا عندنا free وعندنا freemium وعندنا premium، ايه الفرق بينهم يا جماعه؟ دي ما قلناش المره اللي فاتت دي. اوكي طيب حد ممكن تعمل اسم كده فري وفريميوم وبريميوم، دي انواع المعلومات يعني؟ غالبا الفري اللي هي طبعا بتبقى بدون سبسكريبشنز، بتبقى فيها داتا مش كامله. فريميوم ممكن تكون فيها اعلى شويه، فيها بعض الداتا واناليتكس عن الداتا. البريميوم اللي هي الفول داتا بالاناليتكس بتاعتها كمان. هما متقسمين يا محمد ان ريليشن للتكلفه بتاعتهم. فري هي معلومات موجوده بدون اي فيز هتدفعها. الفريميوم جزء باين وجزء هيدن. طب انا ليه باين لك جزء؟ عشان اجري ريقك، عشان اخد البريميوم. يس، عشان تروح للبريميوم. فكلمه فريميوم معناها جزء بفلوس وجزء ببلاش. البريميوم معناها كل المعلومات هنا بفلوس، مفيش ولا حاجه منها ببلاش. يعني البي ام اي مثلا انت شفتوه ده، ذاتس بريميوم، وما فيش منه حاجه قديمه، فيرجن قديم على الانترنت ولا اي حاجه خالص. عايز التقرير تدفع الفلوس، لكن الفريميوم بتشوفه كتير جدا على الانترنت، تلاقي مثلا حاجات مبينه وتيجي تعمل كليك على معلومه يقول لك يو هاف تو باي، فدي اسمها فريميوم. دي السورس اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. عايز بس اتكلم على التولز. احنا ذكرنا حاجه من التولز بتاع الداتا ماين، يبقى الداتا ماين تولز هما شوية حاجات لطاف كده، هتلاقوا حضرتكم فاميليار بجزء منهم وحاجات لا. عندنا البي بي جي، عندنا الكيجر، عندنا المات، عندنا الواي تي دي. احنا فاميليار بايه من الاربعة دول يا جماعة؟ واي تي دي. طيب year to date اللي هو مفروض مقصود بيها البيع من اول السنه، او مش لازم البيع يا جماعه، احنا بناخد كاكزامبل البيع، لكن الداتا مايننج تولز احنا بنتكلم، طالما حاطين بي بي جي وكيجر ومات وواي تي دي، احنا بنتكلم على ارقام. الارقام دي بتاعتي مش مشكلتنا، كاننا بالظبط بنعمل statistical analysis. ارقام دي بيع ماشي، ماركت شير ماشي، expenses ماشي، production units ماشي، turn over بتاع موظفين ماشي، كل ده actually احنا بنتكلم هنا على ارقام. طيب اول حاجه احنا اتكلمنا عليها او هنتكلم عليها كده، جبنا سيرتها، اسمها بي بي جي. حد فاكر كانت ايه يا جماعه؟ كانت اختصار ايه؟ previous period. يبقى growth. growth. previous period growth. طيب خليني كده نعمل معاكم مساله صغيره، خلينا نشيل دي كده، نقول insert table. فهنا ده product X وده quarter one. ايه 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 طيب ماشي، خبط عليها. شكرا. نفترض الجدول اللي فوق ده يا جماعه ده بيمثل، نفترض 2018، خلاص ناخد هنا. عايزين حضراتكم بس العداد المخي يشتغل معانا شويه، احنا عايزين هنا نركز في الارقام، وبعدين هنحط 2019 عشان ما نقعدش نكتب جدول تاني. ناخد الجدول كده ده 2019، نفترض ده 15، ده 25، ده 50،
ده 8. طيب عايزين نحسب ايه دلوقتي يا جماعة؟ عايزين نحسب بي بي جي سمستر 2019 وخليها سمستر 1 2019، وبعدين عايزين نحسب بي بي جي كوارتر 3 2019، وبعدين عايزين نحسب بي بي جي كوارتر 1 2018. ممكن نشتغل يا جماعة؟ لا إله إلا الله، لماذا هذا الصمت العظيم؟ المفروض هنشتغل يعني نحسبهم يعني. نحسبهم يا حسن باشا. احنا دلوقتي بنتكلم فيها يا جماعة عشان برضو نبقى عارفين، احنا بنتكلم في data mining tools. بس طبعا الـ data mining tools دي quantitative ولا qualitative عشان نبقى كملنا المعلومة؟ quantitative. خلي بالكم يا الكوانتيتيف ديفينتلي بتبقى اسهل من الكواليتيتيف. ناخد دقيقه كده نفكر فيها. يلا يا جماعه في حد بيحسب؟ يعني مش المفروض ان كيو 3 كده هيبقى 50 على 25 ولا ايه؟ انا الحقيقه ما عنديش فكره عن البي بي جي. معلش قول لي سؤال تاني. المفروض ان كوارتر 3 ده هيبقى 50 على 25. احنا في الاول عايزين سمستر 1 2019، يبقى هنقسم سمستر 1 2019 على سمستر 1 2018. بالظبط، يبقى 25 زائد 15 يبقى كده 40 مقسومين على 42. مظبوط. نص سنة تطلع كام يا جماعة؟ ما هو السمستر نص سنة، تطلع كام كده؟ 40 على 44. تمام. 42. على 42 سوري. يبقى 95%. طب خلي بالكم يا جماعة عشان احنا بس دايما ايه بنعملها بشكل سهل كده ولطيف، لأن في ناس بتعملها سوري في كلمة بطريقة بلدي شوية، اللي هو يجمع يطرح الأحدث من الأقدم ويفرق ويطلع الفرق وينسب الفرق من الأقدم. طب ليه؟ إحنا القاعدة الأحدث على الأقدم في 100 ناقص مائة، الأحدث على الأقدم في 100 ناقص مائة، فأنا كده هيبقى عندي 40 على 42 في 100 ناقص مائة، هتطلع كام يا باشا؟ هتطلع بالماينس. بالظبط. ماينس 4. ماينس 4 0.7. اوكي طيب عايزين نحسب بي بي جي كوارتر 3 2019، 50 على 25 يبقى 50 على 25 في 100 ناقص 100. طيب كوارتر 1 2018
هيبقى على صفر. ليه على صفر؟ ما فيش عجب لها يتحسب منه. يبقى ما تعرفش تحسبه بقى. ما هو ده التركية اللي موجودة في المسألة. وما فيش حاجة بتتم على صفر كده دلوقتي. بي بي جي كوارتر 1 2018 ما اعرفش احسبها. ليه ما اعرفش احسبها؟ ما عنديش 2017. طيب ايه ميزة البي بي جي يا جماعة؟ ميزة البي بي جي ان هي اكشوالي بتعالج لي مشكلة السيزوناليتي. ما ينفعش اقارن كوارتر 2 2019 بكوارتر 1 2019، ما ينفعش. كوارتر 2 2019 تتقارن بحاجة شبيهة اللي هي كوارتر 2 2018. طيب هل ينفع البي بي جي لفترات طويلة؟ أقصى حاجة ممكن يعملها البي بي جي سنة. فأنا لو قلت بي بي جي 2019 تساوي كام هنا يا جماعة؟ هيبقى مجموع الكيوز كلها على مجموع الكيوز. يس، يبقى بي بي جي بي بي جي 2019 يبقى بيع 2019 كله على 2018. عايزين ناخد بقى الحتة الأخيرة دي ونبتدي بيها الايتم الداتا مايننج تول الثاني اللي هو بعض الناس بتجد صعوبه شويه شويه في فهمه، اسمه المات. والمات اختصار، حد يعرف؟ موفينج انيوال توت. المات اختصار موفينج انيوال توتال. حد سمع الاسم ده قبل كده او استخدمه؟ انا ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ لانه الداتا مايننج جزء مهم جدا منها هو الجزء الكوانتيتيف. ودايما اي حد بيدخل انترفيو وخصوصا لو رايح ناحيه الفاينانس او رايح ناحيه السيلز او جي ام للاورجانيزيشن، لما بنيجي نديله الكيس ستادي بتبقى عنيفه جدا فيها نقطه الداتا مايننج بتاعت الارقام. انا عايزه يحلل لي ويطلع لي بكونكلوجنز، لانه مش عايز اديله شيت فيه ارقام فيقول لي انتوا بعتوا كذا في السنه الفلانيه. طب يا سيدي ما انا لو جبت واحد سوري بواب هيقول لي نفس الكلام. انت الدور اللي انا مطلوب منك انك تو انالايز وتطلع لي الداتا من ورا الداتا. طيب الموفينج انوال توتال اللي هو بنقول عليه المات هو عباره عن تول تساعدني فان انا اقدر. احنا قلنا البي بي جي يا جماعه لو عايز اعمل بي بي جي سنه اعملها كم مره في السنه؟ اربع مرات، خمس مرات. لا البي بي جي للسنه مره واحده بس. مره واحده للسنه انا اقصد يعني. امتى؟ يوم 31/12. خمس مواسم يعني. لو جالي ريبورت بتاع البيع بتاع شهر ديسمبر، بلاش نقول 31/12، خلينا نقول 1 يناير بس. وممكن نتاخر عن كده. فانا عندي بيع 2019 كلها، اقارن 2019 ب 2018. طيب انا ليه دخلت في المات بعد البي بي جي على طول؟ عشان هو اللي بيكمل البي بي جي. يعني ايه؟ عايز اجيب لكم كده مساله لطيفه بس خلينا خلينا نجيبها من هنا عشان بدل ما نقعد نكتبها وتاخد وقت. المات يا جماعة على بال بس ما نجيب المسألة. المات هو لو انتوا شفتوا شكل الشيت بتاع السيلز في اي شركة، لو انتوا شفتوا شكل الشيت بتاع السيلز في اي شركة هتلاقي يوجوالي بيحط لك البلان بتاع الشهر وبعدين الاكتشوال بتاع الشهر وبعدين الفاريانس، وبعد الفاريانس بيعمل ايه؟ بيحط المات بتاع الشهر اللي هو مات يناير، وبعده الير تو ديت بتاع يناير. شفنا كام ايتم يا جماعه هنا؟ ايوه، ناخد المسائل دي كلها كده بدل ما نقعد نحلها تاني. قبل بس ما نحل المسألة دي، لو احنا اتفرجنا على شكل السيلز شيت في اي شركة،
نفترض ده شكل السيل شيت، هنا بيبقى نفترض ده البرودكت، وده نفترض اسمه برودكت اكس مثلا، ده منتج اكس. هنا عندي جين، اقول جين ايه يا جماعه؟ جين بلان، وبعدين هقول جين اكتشوال، وبعدين هقول فارينس، وبعدين هقول مات جين، وبعدين هقول year to date جين، وبعدين ادخل بعد كده اكمل فب. طب حلو، نفترض البلان بتاع شهر يناير هبيع ب 20 مليون، باع ب 20 مليون، يبقى الفارينس هنا كام؟ زيرو. المات يناير هيبقى كام يا جماعه؟ مات يناير هيبقى كام؟ ما اعرفش احسبه من هنا. طيب year to date يناير اعرف احسبه؟ year to date يناير يا جماعه لا ازعل كده يا جماعه، انتوا نمتوا ولا ايه؟ حسن باشا. ايوه باشا. يير تو ديت يناير. كل يعني كل لغايه النهارده يعني. طيب كام؟ انا كلها لغايه النهارده. 20. هيبقى عندنا 20 اهو. ايه بقى مات يناير؟ مات يناير البيع، البيع من يناير نفترض دي 2020 اللي احنا بنتكلم عليها، يبقى المات البيع من يناير 2020 لفبراير 2019، يبقى مات يناير 2020 هو عباره عن البيع بتاع من يناير 2020 لفبراير 2019، يبقى كام شهر يا جماعه؟ 12 شهر. طيب يجي شهر فبراير احط البلان واحط الاكتشوال واحط الفارينس واحط المات، مات فبراير 2020 يبقى لغايه كام؟ من فبراير 2020 ليناير 2019. لا لمارس 2019. نور عليك، لمارس 2019. طيب حلو جدا، تعالوا هنا نحسبه وبعدين نشوف. هو بيقول لك احسب لي مات مارش 2017 ومات جولاي 2017، وبعد ما تطلع لي الرقمين قول لي انت استفدت ايه او طلعت بايه. ممكن نحسبهم يا جماعه عشان بس اتاكد ان احنا عرفناهم. عايز احسب مات مارش 2017 ومات جولاي 2017 واقول ده كان يعني ايه بالنسبه لنا، او الرقمين دول هيقولوا لك ايه. ممكن نحسبهم. مات مارش 2017 هيبقى 3255. اوكي. طيب ومات جولاي؟ لسه ما حسبتهاش. طيب. محمد مصطفى ساعدنا في القصه دي. محمد مصطفى. ما انا اللي بقوله. انا فاكرك حسن باشا، حسن باشا بنتكلم من جنبه.
محمد قال لك انت هتضايقنا ولا ايه؟ ما انا اللي بقول لك كل الحاجات وانت مش بتقول لي شكرا ولا حاجه. ماشي يا محمد. حسن باشا انت اختفيت ليه؟ انا موجود يا بيك معاكم بسمع. طيب وباقي الناس يا جماعه؟ احمد عادل المره اللي فاتت كنت ظاهر يا احمد عادل، النهارده اختفيت ولا هو مش معانا اساسا؟ احمد عادل وكان معانا من شويه. احمد عنوس هو يعني ما حسبتهاش لسه، بس متهيألي هو مجموع الارقام من جولاي 2017 لاوجست 2016. الله ينور عليك. انا بس عايز احسبها عشان اشوف ده يعني ايه بالنسبه لي. عشان ننجز كان حد عمل ده حسب دي وحد حسب دي. انا خلاص ماشي. 3842. طيب الاولاني كان كام يا محمد؟ 3255. 3200 وحاجه وبعدين 3800 وحاجه. طيب ده يعني ايه بالنسبه لنا؟ يبقى لازم افهم هو ايه اهميه المات، بيفيدني في ايه؟ ولو حد منكم لماح شويه وراجل بتاع ديتا مايننج هيلاحظ ان انا دخلت في المات بعد البي بي جي على طول. كان ممكن احط كذا حاجه وبعدين ادخل على المات. طب ليه دخلت على المات على طول بعد البي بي جي؟ عشان هو فيه علاقه بينهم. تعتقدوا من اللي احنا عملناه ده وحسبنا انتوا عرفتوا بيتحسب ازاي؟ هل ممكن تكونوا تخيلتوا اهميته ايه؟ اهميه المات بالنسبه لي ايه؟ هو يمكن يعني يمكن يكون مؤشر لبعض الشهور اللي بيبقى فيها السيلز عاليه شويه او قليله شويه، بيبقى في فاريشن في السيلز من شهر لشهر. المات ممكن اظن كده ممكن توضح حاجه زي كده. البي بي جي هو بيبين سنه عن سنه يعني، او بنقارن سنه بسنه. ده يمكن تحليل الموضوع المات، ما اعرفش صح ولا غلط. محمد مش ده؟ محمد اه. طيب سؤال صغير يا محمد، هو البي بي جي بيعالج لك مشكلة السيزوناليتي ولا ما يعالجهاش؟ ممكن بيوضحها. يا لا بيوضحها فعلا؟ لا ما اقصدش بيوضحها، بيعالجها. يعني ايه بيعالجها؟ يعني بيعمل لي حاجة اسمها دي سيزوناليتي. يعني فور اكزامبل، مش احنا كنا بنتكلم من شوية على البي بي جي؟ البي بي جي بيشيل لي خالص مع مشكله السيزوناليتي، لانه بيقارن ايه؟ بيقارن فترات متماثله. طيب هل هل المات نفس الفكره ولا لا؟ وليه؟ لا ما عنديش اجابه بصراحه. طيب هو في سيزوناليتي بتعدي سنه؟ لا لا، دي قاعده يا جماعه، السيزوناليتي ما تعديش سنه. وبالتالي طالما السيزوناليتي ما بتعديش سنه، وانا بقارن لما اقول مات يناير ده بيع سنه كامله، مات فبراير ده بيع سنه كامله، يبقى لما اقول المات بيجيب لي سنه كامله، يبقى المات زي البي بي جي بالظبط بيعالج لي ايه يا جماعه؟ بيعالج لي السيزوناليتي. يبقى المات بيعالج لي السيزوناليتي. طيب حلو جدا. لما نيجي نتكلم على القصه دي هنلاقي احنا البي بي جي الفرق، احنا قلنا بيعالج السيزوناليتي والمات بيعالج السيزوناليتي. طب ايه ميزه المات يا جماعه؟ بيجيب لي فترات طويله لها سنه. تقول لي طب ما البي بي جي ممكن يجيب لي سنه كامله. حلو جدا. البي بي جي عشان يجيب لي سنه كامله كم مره في السنه يا جماعه؟ مره واحده بس. البي بي عشان يجي يقارن لي بيع السنه ببيع السنه كم مره في السنه؟ مره واحده بس. فانا بستنى لغايه 31/12 واشوف بيع ال 2020 كلها كام واقارنها ب 2019، يبقى ده هنا ايه؟ سنه مقارنه بسنه. طيب كويس جدا. طب لو انا عايز، خلي بالكم من الجمله اللي انا هقولها دي، عايز اقارن بيع السنه ببيع السنه كل شهر. تاني الجمله يا جماعه،
لو عايز بقى اقارن بيع سنه ببيع سنه كل شهر يبقى اعمل ايه؟ يبقى اعمل المات. المات لان مات يناير هقارنه بمات فبراير، يبقى ده بيع سنه ببيع سنه. مات فبراير هقارنه بمات مارس، او مات يناير اقارنه بمات مارس. انا ممكن اثبت المات الاولانيه، فانا بقارن مات يناير 2020 بمات مارس 2020، مات يناير 2020 بمات اوجست 2020، مات يناير 2020 بمات ديسمبر 2020. يبقى انا كده قدرت اعمل يا جماعه اقارن بيع سنه ببيع سنه 12 مره في السنه. فهمنا اهميه المات ايه يا جماعه؟ سهل يا جماعه ولا لا؟ تمام. ندخل على احد التولز الثانيه المهمه جدا. فاميليا سوري الكاجر صح؟ يس. فاميليا رحله باللفظ ده يا جماعه ولا لا؟ كيجر كومباوند انوال جروس ريت. جروس ريت صح. اللي هو ايه؟ اللي هي الفاليو ل لشركه او لبرودكت معين في نهايه فتره معينه مقارنه بالفاليو من بدايه يعني من بدايه الحسبة لفتره زمنيه معينه. فانا بقيس الفاليو في نهايه مثلا 5 سنين او بعد 5 سنين من انشاء او من اللونش للبرودكت او للشركه، يعني بقيسه على البدايه كانت شكلها عامل ازاي في فتره زمنيه بيتم تحديدها، وبتبقى اكتر من سنه على ما اظن. كام تفتكر مينيمم كام سنه؟ لا ما مش عارف، ما اعرفش مين يعني، بس هي لازم تبقى اكتر من سنه يعني. نعم. ما انا بقى سؤالي هنا مينيمم كام سنه عشان احسب كيجر؟ طيب انا عايز بقى الناس يا جماعه، ما فيش غير محمد مصطفى بس اللي بيجاوب في الارقام ولا ايه؟ عشان خاطر يا جماعه ما حدش يقول لي كمان اصل انا كنت ادبي وانا مش بحب الارقام، لانه البيزنس از نمبرز. لو حضرتك مش عارف او مش بتحب النمبرز فانت كده داخل في مشكله كبيره للغايه. ممكن 5 سنين؟ طب ليه مش 4؟ ليه مش 3؟ ليه مش 3؟ لا انا اعتقد يا 5 يا 10 متهيألي ده المنطقي يعني بالنسبه لي. طب ما هو ليه؟ قول لي السبب يعني. كل حاجه ليها سبب. ال 10 دي تعتبر ايه؟ ديكيد مثلا؟ لا احنا مش بنوصلها كده خالص، انا ماليش دعوه هي ايه ال 10، انا بتكلم حسابيا. يعني مستحيل هعملها لسنه. لان هي بتجيب نسبه نمو الفتره، والسنه از نوت فتره. السنه از سنجل فيجر. طيب تبقى سنتين الفتره ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10؟ المينيمم كام؟ اعتقد 3 سنين. كام سوري؟ 3. طيب مين بيقول حسن ولا مين؟ سنتين منه سنتين. طيب سنتين. طب ما احنا كده برضو حيرانين ما بين سنتين وثلاثة ليه؟ لازم يكون عندنا سبب. والله انا خدتها بس مش فاكر. اوكي مين حسن؟ يعني الذاكرة بدأت تضعف جامد جدا. هي 3 يا حسن، مينيمم 3. ومكتوب من 2010 ل 2013 فتبقى 3 يعني. لا مش بالضرورة، أنا كنت حاططها من شوية من 2008 ل 2013. تمام. أنا فاكرها من شركات المساهمة بس مش قادر أربط ما بين المعلومات القديمة يعني. فأنا غيرتها لسبب صغير عشان بس لما بنحطها من 2008 الناس بتتعب في تاخد وقت طويل جدا في الحساب. عشان كده انا غيرتها دلوقتي، كنا لسه عندنا سيشنز بتاع داتا مايننج لشركه الاسبوع اللي فات، فقالوا لي يعني هتاخد وقت طويل، فعشان كده انا غيرتها دلوقتي، لكن ما لهاش علاقه بعدد السنين، هي مينيمم 3 سنين. لان هي كومباوند يعني، هي كومباوند انيوال جروث. 12 كام سنه؟ 10 11 12 13، دي 4 سنين مش 3 سنين. 4 سنين. لكن هي 3 سنين، يعني ممكن اعملها من 2010 ل 2012. طب ليه 3 سنين يا جماعه؟
حد يعرف ترجمتها بالعربي الكيجر كومباوند بالعربي؟ معدل النمو السنوي التراكمي. الكيجر يا جماعه اسمها بالعربي معدل النمو السنوي التراكمي. خلي بالك من كلمه تراكمي، تراكمي، لان في حاجه اسمها الايجر، الايجر اللي هي الانيوال جروث ريت، لكن الكيجر هي التراكمي. يعني ايه التراكمي؟ يعني انا باخد فتره من 2010 ل 2013، ما ينفعش تقول لي طب انا عايز احسب نسبه نمو 2013 ل 2010، ده اسمه ايجر مش كيجر. الكيجر هتحسب نسبه النمو من 2010 ل 2011 كام، وبعدين تحسب نسبه النمو من 2011 ل 2012 كام، وبعدين تحسب نسبه النمو من 2012 ل 2013 كام. يبقى الاربع سنين تجيب لك كام فاليو؟ ثلاثة. طب والسنتين تجيب كم فاليو؟ فاليو. والثلاث سنين يقول كم فاليو؟ تو فاليوز. لما حضرتك تحب تجيب متوسط، اقل عدد ارقام تجيب لها متوسط كام؟ ثلاثة. سوري؟ اثنين. اثنين. اقدر اجيب متوسط الاثنين، يبقى نسبتين نمو يجوا لي من كم سنة؟ ثلاثة. ثلاث سنين؟ انا لو مثلا كده أقل عدد سنين يكون 3 سنين مش أقل من كده. اسمع، أنا أفترض أنا عايز أحسب من 2011 ل 2013، يبقى أحسب نسبة النمو من 2011 ل 2012، أدي نسبة، ومن 2012 ل 2013 أدي نسبة تانية، يبقى نسبتين، أجمعهم وأقسمهم على كام؟ على 2 مش على 3. 3 سنين يطلعوا لي نسبتين نمو، فأنا هجمع نسبة النمو اللي طلعت من 2011 ل 2012 نفترض 10%، ومن 2012 ل 2013 برضه طلعت 10%، يبقى اجمع 10 زائد 10 يساوي 20، اقسم على 2 يبقى اكشولي 10. اوكي؟ طيب بتوع الاحصاء بيضايقونا شويه في الحته دي. يقول لك ممكن الكيجر يتجاب لثلاث سنين، بس افضل الكيجر يتعمل لاربع سنين. ليه بتوع الاحصاء بيقولوا كده يعني؟ عشان ممكن سنه منهم تكون كونتامينيتد شويه يعني. بتوع الاحصاء اوكي، بتوع الاحصاء ما بيحبوش يجيبوا متوسط لتو فاليوز بس، ليه؟ اكسبريسيف قوي يعني، ممكن يبقى في سنه فيها وقع، فيها سنه كويسه او السيلز عاليه او ايا كان الرقم بيتكلم عن ايه. لا عشان لا، هي دقه الاحصاء دايما ان يكون عندي السامبل كبيره أكتر. يعني ما عندي تو يعني تو اليمنتس، النتيجه مش دقيقه قوي، ثلاثه افضل شويه. لو عندي 100 قرايه باخد متوسطهم هيبقى اقرب للحقيقه اكتر. اعتقد كده، عشان ما فيش وسيط كمان. ايش ري؟ ما فيش وسيط يعني، لما يكون ما فيش وسيط انا ما اقدرش اعمل احسن. اوكي، بتتكلم على الميديان مش كده؟ بالظبط. طيب هم بتوع الاحصاء يعني هقول نقطة بيقولوا ايه وبعدين نروح للدكتور اللي قاله دكتور شديد، عشان دي نقطة مهمة برضو. يقول لك انه رقمين ممكن في رقم منهم شاطح يعني اكستريم، هتاخد متوسط لرقمين منهم واحد شاطح، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى رقم مش معبر قوي يعني، مش معبر يعني المتوسط. فيقول لك يفضل ثلاث ارقام عشان، طيب لو مشينا بالمبدأ ده ما ناخد 10 ارقام. بتوع السيلز بقى يروحوا ردين عليك، يقول لك ماشي، بتوع الاحصاء ممكن يقول لك خد 10 سنين ورا، ماشي. هو طبعا كل ما عدد الفاليوز زاد كل ما الاكيورسي زاد، ماشي، بس بتوع السيلز يعترضوا ليه بقى؟ لانه 10 سنين فاتوا دي فتره غير معبره بالنسبه لي، ادمت قوي. احنا بنفضل ناخد فتره حديثه وفي نفس الوقت تطلع لي 3 فاليوز. ثواني يا جماعه، معلش دقيقه واحده، دقيقه واحده. يا جماعة طيب، عرفنا ازاي بيتحسب يا جماعة الكيجر؟ عرفنا ازاي بيتحسب الكيجر؟ سؤال صغير، هو الكيجر يتعمل للماضي ولا يتعمل للمستقبل؟ ما هو يعني هي، خلي بالكم يا جماعة، ما ينطبق على الأربع تولز اللي احنا قلناهم دول. كل ما لو قلت لك كلمة كيجر أو بي بي جي، أنا بتكلم هنا على داتا مايننج تولز، كأني بتكلم على داتا مايننج. الداتا مايننج احنا بنعمله عادة للماضي ولا للمستقبل؟ انا بعمله عشان اجيب نمط للمستقبل. حلو، يبقى انت بتعمله عاده لايه؟
للماضي. تقدر تعمل داتا مايننج للمستقبل؟ ليدنج ليدنج انديكيتورز يعني. اوكي. يعني انا بخلق نمط المستقبل ممكن يكون عليه. بالمناسبه هو ده ليد ولا لاج؟ انت قلت في الوقت الحالي لاجنج انديكيتور. النتائج اللي طالعه هنا طالعه اكشوال. اوكي، هو ايه الفرق بين كلمه ليد ولاج؟ بنقولها كتير قوي في الـ في الكي بي ايز. لاج يعني قديم، هو اوريدي دان يعني. ليدنج اللي هو ليد كي بي ايز هي الشورت تيرم كي بي ايز، لاج كي بي ايز اللونج تيرم كي بي ايز. ده عكس الناس ما فاهمه. بالظبط، انا سمعت ما سمعتش كده. هي الشورت تيرم كي بي ايز بيسموها ليد كي بي ايز، اللاج كي بي ايز هي الكي بي ايز اللي هي لونج تيرم. طيب ايه هي؟ مش دي مشكلتنا. السؤال هنا اقدر اعمل كيجر او داتا مايننج للفيوتشر؟ بس بعد ما اكون عملت حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها فوركاست. يعني احنا دلوقتي انا عندي ده هيستوري بتاع سنين فاتت، فانا اقدر اعمل له داتا مايننج او كيجر مثلا. طب انا دلوقتي في 2013، لو انا عملت فوركاست لغايه 2025 مثلا، اقدر اعمل الكيجر بعد كده؟ ما تعمل الكيجر، هو الكيجر بيتعمل على ايه يا جماعه؟ على ارقام محطوطه. طب الارقام دي لو قدرت اجيبها بفوركاست، بعد ما تعمل الفوركاست تعمل الكيجر. يبقى الداتا مايننج اقدر اعمله للفيوتشر، بس بعد ما اعمل ايه؟ بعد ما اعمل ايه؟ الفوركاست. لان دايما الناس فاهمه ان الكيجر او الديتا مايننج ان جنرال بيتعمل للماضي، لا يتعمل للحاضر. بس عشان اعمل ديتا مايننج للحاضر لازم اعمل ايه في الاول؟ لازم اعمل فوركاست. الفوركاست جاب لي ايه؟ جاب لي معلومات. ما هو انا بس عايز اوصل لكم حاجه صغيره، الديتا مايننج عشان ما تنساهاش هي معلومات من وراء المعلومات. فانا المعلومات بتاعت الماضي موجوده، طيب لو عرفت ابريدكت معلومات بتاعت الحاضر، يبقى حط المعلومات بتاعت الحاضر وارجع اعمل لها تحليل اللي هو اسمه ايه بقى؟ الداتا مايننج. فده يطلع لك يقول لك لا لا لا، ده احنا كده في الخمس سنين اللي جايين كده احنا رايحين في مصيبه بناء على الفوركاست اللي عملناه. طب ليه؟ لما عملنا الفوركاست اكتشفنا اكس واي زي. اكس واي زي اللي انت اكتشفته ده عباره عن ايه؟ عباره عن الداتا مايننج اللي انت عملته، فطلع لك انه المعلومات دي بتقول ان في باترن معين هيحصل. دول الحاجات اللي احنا هنقولهم بعد البريك. هيبقى عندنا كده حاجة اسمها classification وassociation وforecasting. طيب بس بقي لي tool تانية اسمها الـ year to date، دي آخر واحدة فيهم. يبقى أنا عندي الـ quantitative data mining tools، هي الـ PPG، هي الـ Kager، هي الـ MAT، هي الـ year to date. الـ PPG بتقارن لي period versus period، وتكون عالجت لي مشكلة seasonality. الكيجر اللي هي الكومباوند انوال جروث ريت، هي بتعمل لي جرو، بتجيب لي نسبه نمو الفتره. طب بالمناسبه يا جماعه هيستفيد منها ايه الكيجر ده؟ هيستفيد منه ايه؟ انا من 2009 ل 2012 لقيت ان الجروث بتاع البراند بتاعي او بتاع الشركه بتاعتي 30%. سو وات؟ I can measure بقى الـ growth rate ده مقارنة بإيه بقى؟ reference بتاعك؟ يعني لو كان عندي استهداف للـ growth rate معين نقارنه بيه، أو للسوق يعني growth rate بالنسبة لحد تاني. عليك. يبقى أنا بعمل الكيجر ليا وبعمل الكيجر للسوق. يعني إحنا عندنا لو إحنا مثلا جبنا هنا كده، شايف أنا حاطط لان مش عندنا، ما عندناش التوتال السوق هنا، فانا هعمل ليا هنا. بعد ما اعمل ليا هعمل للتوتال ماركت. انا طلعت 30% والتوتال ماركت طلع 30%، يبقى احنا الاثنين ايه؟ صح، كويسين. طلعت انا 50% والماركت 30%، يبقى انا كده لعيب، انا كده كسرت الدنيا. طلعت انا 10% والماركت 30%، يبقى انا رايح في مصيبه. يبقى الكيجر انا بحسب الكيجر ليا والكيجر للسوق للفتره سواء اللي فاتت او اللي جايه، واشوف اكشولي انا رايح فين. طيب نرجع لي الير تو ديت. المات خلاص احنا قلنا عليه حاجه تول او اداه بتساعدني ان انا اقارن بيع سنه ببيع سنه كل شهر. طيب الير تو ديت بيساعدني في ايه؟ اشوف البروجرس، وانا عندي بلان وعندي اكشوال.
فانا باجي اشوف year to date quarter 1 او year to date يناير او year to date semester 1 واقارن ده فاشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي طيب ترشيدين هنديهم بس كده ربع ساعه بريك لغايه 6 او 10 دقائق almost ونعود بعد الفاصل. تمام تمام ماشي يا جماعه. اوكي
السادة الحضور، عدنا بعد الفاصل الإعلامي. فاصل ونتواصل، دحر نتواصل تاني يوم. ربنا يخليك يا باشا. طيب احنا خلصنا اللي هو الجزء اللي هو ال quantitative data mining tools. انا كنت بتكلم معاكم على حاجة مهمة جدا اللي هي actually اسمها ال data mining types of data mining. دي متهيألي ما اتكلمناش عليها المرة اللي فاتت. types of data mining. عندنا ثلاث حاجات مهمين جدا لازم بعرفينهم. اول حاجة اللي هي classification وليها اسم تاني اسمها clustering. بعدين عندنا حاجة اسمها association. بعدين عندنا حاجة اسمها forecasting. تاني احنا ما اتكلمناش عن النقط دول المرة اللي فاتت يا جماعة. ده أول مرة لي. اوكي. طيب هو يعني ايه الكلام ده؟ وهنتفرج على فيديو لطيف برضه عشان يوري لحضراتكم ايه اللي احنا بنتكلم عليه. أنا عندي شيت معلومات اديته لحضرتك. حاجة بصيت عليه قلت لي مش فاهم حاجة، أو مش فاهم حاجة، ماشي معلومات لطيفة. اديته لحد تاني قال إيه ده أنا ملاحظ حاجة معينة، قلت له ملاحظ إيه؟ قال لي أنا ملاحظ إنه 70% من السيلز جايه من بره القاهره. قلت له طب ايه المشكله؟ قال لي لا انا كنت متوقع ان السيلز هتبقى اكتر جايه من القاهره لانه القاهره البوتنشاليتي بتاعتها عاليه. اللي بيقوله الراجل ده اسمه كلاسيفيكيشن. او ايه ده انا ملاحظ ان اللي مشتري المنتج ده ستات اكتر ومتوقعت انهم رجاله اكتر، فده اسمه ايه؟ ده اسمه كلاسيفيكيشن وهكذا. طيب النقطه الثانيه اسمها اسوشيشن. الداتا اللي انا شايفها قدامي دي حاجتين بيحصلوا مع بعض، وربما الحاجتين دول انا ما كنتش متوقعهم، وبالتالي لما حصلوا مع بعض ابتديت احس ان في باترن. خلي بالكم من الكلمه دي عشان الكلمه دي كلمه حلوه. الباترن ده بيربط لي الحاجتين دول. تخيل احنا قلنا المره اللي فاتت المثال بتاع البيره والبامبرز، صح؟ قلناه صح؟ مظبوط. طيب هو ده مثال لايه يا جماعه؟ هو ده مثال للاسوشيشن. طبعا في اسوشيشن منطقي، يعني انا ممكن الاقي مثلا اسوشيشن بين بيع جهاز سكر وشرايط سكر، ده منطقي. بين مثلا بيع فرشه سنان ومعجون سنان، ده منطقي. لكن بيره وبامبرز ده مش منطقي. طب جالي منين؟ اسوشيشن. ما اعرفش، انا برضه قلت ساعتها السيستم اللي احنا اللي هم جابوا بيه المعلومه كان اسمه اي بي او اس. قلناها الحته دي يا جماعه؟ قلناها. اللي هي الالكترونيك بوينت اوف سيل، اللي هي فيها الكمبيوتر سيستم بتاع الديستريبيتور بيبقى كونكتد بالكمبيوتر سيستم بتاع البروديوس. فده اسمه الباسكت بتاعه دايما كان فيه الاثنين دول. الاي 3 الباسكت بتاعه يعني فيه الاثنين. اوكي. الحاجه الثالثه اسمها فوركاستنج. يعني ايه فوركاستنج؟ يعني انا فرقت حضرتك مجموعه معلومات وقلت لك ايه رايك في المعلومات، فحضرتك بصيت على المعلومات قلت لي ايه ده، ده انا ملاحظ. يعني خلينا نقول مثال كده، انا اديت لحضرتك، انا مثلا هايبر ماركت، اديت لحضرتك شيت بتاع معلومات وقلت لك ايه رايك، تقول لي ايه ده انا ملاحظ من الشيت انه 80% من العملاء بتوعك الستات حوامل. فاقول له سوت؟ يقول لي طيب ما طالما 80% من العملاء بتوعك ستات وحوامل يبقى معنى كده انك انت كمان 5 شهور 6 شهور 9 شهور هيبقى في طلب على ايه؟ على بيبي برودكتس. هيبقى في طلب على بيبي برودكتس، وانا ما عنديش بيبي برودكتس. يبقى اعمل ايه هنا؟ يبقى احط ابتدي اعمل انشئ سيكشن عندي في الاوتلت للبيبي برودكتس. طيب انا جبت المعلومات دي منين؟ او جبت وصلت للديسيجن ده منين؟ من خلال الداتا مايننج اللي انا عملتها. خليني افرجكم كده على فيديو لطيف جدا بيفرج حضراتكم قد ايه الناس بره بتستخدم الداتا مايننج عشان تقدر ان هي تاخد ديسيجنز، استراتيجيك ديسيجنز. فيديو لطيف جدا كان اللي عامله حد كده في تيدكس.
بيوري حضرتك طبعا السوبر ماركتس بره بيستخدموا الداتا مايننج ازاي. بس طبعا لو انا سوبر ماركت وما عنديش ما يسمى اللي ما جابهاش وما عنديش الكارد اللي العميل بيدخل بيه، طبعا هعرف منين مين اشترى ايه. لكن هي انا بعملها مع العملاء اللي معاه ممبرشيب كارد، زي طبعا اللي بيسافر منكم بره كتير زي كوسكو، لان هو اكشلي كل حاجه بيحطها على الكارد بتاعك. هو ما يعرفش، ما يقدرش يسالك انت راجل ولا ست ولا مسلم ولا مسيحي، لكن يسالك ايه، يكتب اسمك اند ذات ست. بعد كده مع الاناليسز اللي هو بيعمله يعرف انت صغير ولا كبير، راجل ولا ست، عندك اولاد ولا لا، هواياتك ايه. في لفظ لطيف جدا يا جماعه هيجي في الفيديو اسمه بيرسيب، اسمه دي ان اي. شايفين كده الفيديو يا جماعه؟ تمام اوكي. فالخلطه بين الابيض والرود بتتجنن. Modify the experience and improve the shopping experience and observe shoppers' behavior. So our goal here is to optimize the shoppability of the store. Let me give you an example from some research that we've done with Marsh Supermarkets. Now, Marsh is right here in Indianapolis, and they've actually been very innovative in their use of technology. 40 years ago, Marsh was the first retailer to use the UPC scanners. So, you know, when you go into the store and you check out, now originally they used those to improve operational efficiency at checkout. But that information is captured and it provides a rich source of consumer research. So let's take a look at a receipt from a shopper. What can you learn just by watching what people purchase? Well, this shopper, they picked up some sliced turkey. This is just a few weeks ago. Some Roma tomatoes and some peaches, okay? Well, because this person uses a customer loyalty card, and most shoppers do, we can track their purchases over time. So again, we're back in Marsh a week later, and what's this person buying? Some sliced turkey, some peaches, and some Roma tomatoes, okay? So if we want to build the loyalty, if we want to reward this shopper for their loyalty, we can send them, we know their contact information, we have their information from the loyalty program. We can send them a mailer for peaches, we know they like that. Maybe send them some coupons, even give them a recipe. It turns out that about 85% of what you buy is basically the same from one week to the next. But we can learn more than just people's preferences for individual products. So now let's go to Keokuk, Iowa. And this is a shopper who visited a Walmart and they picked up some. شايفين يا جماعه اللي بيعملوا ده ايه؟ هو ده بالظبط الداتا مايننج. انا ممكن ادي الحاكر الريسيت ده تبص فيه تقول لي صوت، شوف هو هيعمل ايه، ويطلع لك في الاخر بالجمله اللطيفه جدا اللي قالها الكاستمر دي ان اي، دي ان اي. وبعد ما يخلص الحته دي هيتكلم على حته تاني برضه بيقدر من خلالها يجيب معلومات عن الكاستمر بطريقه فيري انوفيتيف اسمها هيت مابس او الخرائط المخيله. دايت بيبسي، an Atkins bar, and some Slim Fast, okay? So it looks like someone's counting calories here, okay? But you wonder why they're also buying Cheetos and ice cream and popsicles, okay? Maybe they have got kids in the family, okay? Well, if you look just a few days later, they're back in Walmart again, and they're buying Major League Baseball cards. So it does look maybe like they have a child, at least one child in the house. And they're buying dog treats, okay? So it looks like they might have a dog as well. A few days later, they're back in the store and they're getting some fishing hooks, so they like to fish. And they're buying marine oil, so they actually have a boat. So as you look across these transactions, you start to get a picture of the household, the profile of the shopper, the DNA that's going to drive their purchases in the future. Now, it's not enough just to know what people's needs and desires are. We also need to understand how that interacts with the store environment. So we've done research where we approach shoppers and ask them to wear a special pair of glasses that have a little camera, and it tracks where they're looking as they walk through the store. حد سمع القصة دي يا جماعة؟
اسمها الهيت مابس او الخرائط الحراريه، مشهوره يعني. سوري، مشهوره طبعا. اوكي، بنستخدمها في ليه استخدامين؟ واحد منهم اللي هيبان في الفيديو ده والتاني مش باين هنا. طيب خلينا نشوفه وبعدين ندردش. What do shoppers actually see as they go through? Well, it looks like they're on roller skates, right? I mean, this is the actual speed that the shopper goes through. They have certain products in mind. They see what they're looking for, grab it, boom. They're on to the next product category. Okay? So what do shoppers actually see as they navigate through the store? Well, they tend to scan horizontally about 4 feet off the floor. So this is a heat map that shows the concentration of visual attention. They notice special displays, so like a 2-for-1 promotion for potatoes, or in-aisle displays. They spend 2 to 4 times the amount of time looking at these than the surrounding products. So the store environment has an influence, but also their goals have a powerful influence on their visual attention. So let's say that you're in the store, you're not actually shopping for produce on this visit. You tend to look towards the center of the display. On the other hand, if you're shopping for tomatoes, this is what you see. Or if you're strolling past the bakery and you're not shopping for donuts, this is what you see. If you're shopping for donuts, it's like the whole display case lights up. Right? So how can we help shoppers to find what they're looking for in the store, to connect what's in their mind with what's physically available? So we've done these simulation studies where we manipulate the shelf displays and measure the amount of time it takes for shoppers to find the product. So let's say that you're looking for Frosted Cheerios and you just have the name Frosted Cheerios in mind. It takes you about 9.4 seconds to find the product on the shelf. On the other hand, if you have a picture of the product in mind, only takes 2.5 seconds to locate the product. Or let's say that we pick a different product. This is Golden Grahams. Now, if you have a picture of the product in mind, it takes you about 5.7 seconds to find the product, but there are other products on the shelf with a similar appearance. Cheerios are also in a gold package, shredded wheat. What if we ask you to find a product that's more distinctive, like apple? عشان الوقت يا جماعة شفت هو الهيت مابس بتستخدم استخدامين. الاستخدام الأول لو أنا في الأوتلت وأنا هي بتروح للحاجات المعروضة على الرف، الجهاز اللي بيتحط في العينين هنا يا جماعة في النظارة بيقيس الكورنيال موفمنت اللي هي حركة القرنية. الحاجة التانية اللي بنستخدم فيها الهيت مابس، الناس لما بتمسك الماوس أو البراوزر وتشو وتقف فين على الويب سايت، على إيه الحتة اللي في الويب سايت، فمن خلال الكوكيز بتبقى موجودة بيقدر يحس الماوس واقفة فين، فيجيب لك نفس البوتش اللي أنت شفتها على الويب سايت اللي أنت واقف عليه. فدول اكشولي بنسميهم التايبس اوف داتا مايننج، اللي هي الكلاسيفيكيشن او الكلاسترنج، الاسوشيشن، والحاجه الثالثه اللي هي الفوركاست. طيب خلينا نتكلم على، طبعا اتكلمنا على الحاجات دي، مش اتكلمنا المره اللي فاتت على البلاننج. طبعا الاسم القصه موجوده بس انا، طيب عايزين نتوقف عند الحتة دي شوية عشان دي حتة مهمة جدا. في كده بروسس لطيفة اللي هي بعمل بيها كوليكشن للديتا اللي أنا هعمل عليها داتا مايننج، بنسميها دوت كار. دول إنجليز هم اللي عملوا الموديل ده عشان الناس تبقى يعني فاهمة كويس. الموديل ده اسمه دوت كار. طيب ليه سموه دوت كار؟ الدي الأولانية ماشي، هي المفروض تبقى ديفاين. الحاجة التانية اوبجيكتيفز، الحاجة التالتة الديزاين، الحاجة الرابعة كوليكشن، الحاجة الخامسة اناليسيز، الحاجة السادسة ريبورتنج. فدي البروسيس اللي هجيب بيها المعلومات. حلو جدا. حتى ديفاين ذا ايشو، انا ممكن ابقى برو اكتيف اور ري اكتيف. حد يعرف ايه الفرق بينهم؟ واكتف ان انا مبادر بالاكتيفيتي، رياكتف ان انا ديتا كوليكشن. بتكلم هنا على ده ريسيرش اللي هي ديتا مانجمنت جيرني.
الداتا مانجمنت جيرني بتعتمد على جزء الكوليكشن بتاع الداتا، وبعدين الجزء بقى اللي هو بتاع الداتا مايننج هو الخطوه دي، دي خطوه الداتا ماين. فانا بقول في الاول الايشو ممكن ابقى انا برو اكتيف او ري اكتيف. هي ببساطه شديده جدا يا جماعه، انت عندك مصيبه حصلت، البيع بيقع، فانا قلت انا عايز اعمل داتا مايننج، فانا هعمل ايه؟ هكولكت داتا واعمل لها مور اناليسيس. يبقى انا هنا ري اكتيف ولا برو اكتيف؟ ري اكتيف. ري اكتيف يا جماعه، سيلز وقعت. طيب وات اباوت البرو اكتيف؟ لا ده انا بعمل سوري مسبقا يعني يس بعمل ريسيرش بصوره ان ادفانس عشان اتاكد او تو ميك شور ان فعلا الايفنت الفلانيه هتحصل او الباترن الفلاني هيحصل. طيب نيجي للاوبجكتيفز، هو انت نازل تعمل ايه؟ قدامنا حاجه من اتنين، حاجه بنسميها او عندنا نوعين من الريسيرش بيزد على الجزء على الاوبجكتيفز، حاجه اسمها ديسكريبتيف اور كوزل. يعني ديسكريبتيف ويعني كوزل؟ هو انت نازل تعمل ايه؟ انا نازل اشوف الناس شايفاني انا كبيبسي ايه وشايفه كولا ايه. طيب حلو جدا، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه ديسكريبتيف. طيب لكن الكوزل يعني ايه؟ يعني عايز انزل اعرف هو ليه السيلز بتاعتي بتقع، عايز ادور على الكوز بيهايند الديكلاين في السيلز، فده اسمه كوزل. الديسكريبتيف بيتقسم الى نوعين يا جماعه، حاجه اسمها كروس سيكشنال اور لونجيتيود حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ كلمه كروس سيكشنال او كلمه لونجيتيودنال؟ طيب تاني يا جماعه، انواع الريسيرش اللي انا هلم من خلالها معلومات عشان اعمل الداتا مايننج، يا ديسكريبتيف ريسيرش يا اما كوزال ريسيرش. الديسكريبتيف ريسيرش هو نوع من الريسيرش بنزل اوصف حاجه او اتفرج على حاجه. الكوزل بنزل ادور على سبب لمشكله معينه. طيب كويس جدا. طيب الديسكريبتيف كروس سيكشنال ولونجيتيودنال، حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ حتى دايما بنشوفها في رسائل الماجستير والدكتوراه، يقول لك كروس سيكشنال ريسيرش لونجيتيودنال ريسيرش. طيب كلمه كروس سيكشنال يعني انا بقعد مع الناس اللي انا هعمل عليهم ريسيرش مره واحده بس. كلمة longitudinal هقعد قبل وبعد، قبل وبعد. اوكي؟ طيب كويس جدا. امتى اعمل cross sectional وامتى اعمل longitudinal؟ منى، انا عارف يا منى انت طبعا اتصال بس برضه محتاجينك تجاوبوا معانا. يا منى، منى سافرت الخليج ولا ايه؟ يا منى انت نمت ولا ايه؟ طيب احمد عنوس، حاجه لها علاقه بالوقت مثلا، ان بكسب وقت او عندي وقت. ماشي. طيب حسن باشا، حضرتك ممكن تسالني سؤال تاني؟ احنا عندنا ديسكريبتيف نوعين، يا كروس سيكشنال يا لونجيتيودنال. طيب كويس جدا. كروس سيكشنال انا بقعد مع السامبل اللي انا هقعد معاها مره واحده بس. longitudinal هقعد معهم اكتر من مره، مرتين، ثلاثه، اربعه، وهكذا. بناء على ايه؟ يعني امتى اروح؟ يعني هقول لكم مثال عشان اسهل الموضوع. انا دلوقتي خلينا نتكلم عن، احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي على السوبر ماركتس. نفترض الريسيرش اللي انا عايز اعمله والديتا مايننج عايز اعملها مع السوبر ماركت شوبرز، الناس اللي بيعملوا شوبينج. طيب كويس جدا. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ هجيب مجموعه من الناس دي، نفترض 20 شخص، واقعد معاهم. طيب فكرة هقعد معهم مرة أو هقعد معهم أكتر من مرة بناء على إيه؟ البيانات اللي أنا هعرضها عليهم. الإيه سوري؟ البيانات اللي أنا هناقشها معاهم يعني.
يعني هي نفس البيانات ولا بيانات اخرى؟ طيب التاني ممكن يقول لنا رايه ايه في النقطه دي يا جماعه؟ طب يعني خلينا ناخد مثال. انا دلوقتي لو عايز اعمل انزل اعمل ريسيرش ديسكريبتيف ريسيرش، اعرف الناس لما بتدخل السوبر ماركت بتشتري كام نوع جبنه وبتشتري بكام وبتنزل كام مره للسوبر ماركت، هل انا محتاج اقعد مره ولا اكتر من مره مع الناس؟ مره واحده كفايه. هقول له حضرتك بتروح كام مره السوبر ماركت؟ يقول لي 5 في الشهر مثلا. طب بتشتري بمتوسط كام في المره؟ مثلا ب 500 جنيه. طب بتشتري كام نوع جبنه؟ 3 انواع. طب ايه اهم نوع جبنه بتشتريه؟ هو الحاجه الفرخه. خلصت بس مش محتاج اعمل تاني. طيب يبقى ده الكروس سكشنال. طب امتى هبقى محتاج اقعد معاه مره تانية؟ لما العينه تتغير نفسها، لما الاسئله هتتغير. لا ما ينفعش تغير عينه. لو هتقعد اكتر من مره لازم مع نفس المجموعه، عشان يبقى عندي فاكتور واحد بس اللي بيتغير مش اكتر من فاكتور. طب انا سمعت فيدباك منه مثلا. سوري؟ لو عاوز فيدباك منه. طب ما الفيدباك ده انا اخدته في المره الاولى، اقعد معاه مره ثانيه ليه اخد فيدباك؟ انت عايز توصل ده بالنسبه للجبنه يمكن مش محتاجين فيدباك، بس يمكن في برودكتس محتاجين فيدباك. انت كده عايز تسال مين اللي اكل الجبنه احمد عنه صح؟ طيب طلعت كويسه ولا ما طلعتش كويسه؟ يس ميزز ولا لا؟ طيب احنا بنعمل اللونجيتيودنال في حاله واحده بس يا جماعه. لو في تشينج هيحصل فانا عايز اعرف رايه قبل التشينج وبعد التشينج. ناخد مثال، انا عايز اعرف الناس ليه ما بتحبش تتبرع بالدم، نفترض بلاد دونيشن. فانا نزلت مره وبعدين عملت كامبين في التلفزيون وبعدين نزلت مره ثانيه، فعايز اعرف التشينج اللي حصل ما بين قبل الكامبين اللي اتعمل في التلفزيون وبعد الكامبين اللي اتعمل في التلفزيون. يبقى اللونجيتيودنال امتى نعملها يا جماعه؟ لما يكون عندي تشينج هيتعمل وعايز اشوف راي الناس قبل وبعد التشينج. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه لونجيتيودنال. طيب ينفع اللونجيتيودنال كروس سكشنال في الكوزل ولا ما ينفعش؟ كومن سنس. ايه رايكم معاك؟ قال ايه تاني؟ السؤال بيقول احنا قلنا الديسكريبتيف ريسيرش ينفع فيه كروس سكشنال ولونجيتيودنال. انا عايز اوصف حاجه، عايز اوصف حاجه مره خلصت ماشي، او لا عايز اوصف حاجه قبل تشينج وبعد تشينج، فده يبقى اللونجيتيودنال. ينفع الكلام ده في الكوزال ريسيرش ولا ما ينفعش؟ يعني شكله ما فيهوش نفس التقسيمه. اوكي ده حقيقي، الكوزل ومرة واحدة بس، أنا عايز أعرف سبب مشكلة. فخلاص. فهنزل أقول للناس أنتوا ليه ما بتشتروش الصنف الفلاني؟ يقول لي عشان إكس وإزي، خلاص أوكي. فأنا مش محتاج. أوكي؟ طيب. نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي الدي، الديزاين بتاع الريسيرش، دي اللي إحنا عايزين يا جماعة نكتب فيها كده شوية كلام لطيف ولازم نركز فيه. ديزاين بتاع الريسيرش عندنا ايه؟ عندنا يا سكندري اور برايمري، يا كوانتيتيف اور كواليتيف. يا اما سامبل يا اما سنسس، يا راندم اور نون راندم، يا اما كونترايفد اور نون كونترايفد. خلاص طيب حلو جدا. سكندري اور برايمري اتكلمنا عليها من شويه، حد فاكر؟ تمام. طب حد يفكرنا كده؟ اللي هي البيانات الحاليه الموجوده اللي لها دخل غير مباشر مع البحث اللي انا بعمله.
primary اللي هي البيانات الجديدة اللي أنا هجمعها. يبقى data second hand ومعايا، انتوا عارفين بيسموها ايه السكندري احيانا؟ بيسموها ديسك ريسيرش. ديسك يعني ايه؟ مكتوب عندي في ديسك قوانين او سياسات وات ايفر، حاجات موجوده من قبل كده هبص عليها، لقيت حلت لي المشكله ولا جود، ما حلتليش يبقى هضطر اروح لايه؟ للبرايمري. طيب كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ يعني انا لو جيت قلت لحضرتك يا حسن انزل شوف لي بيع المنافس الفلاني في كل مكان اوتلت كام، ده كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ كوانتيتيف. كوانتيتيف. ديسكريبتيف ولا كوزل؟ ديسكريبتيف. ديسكريبتيف. طيب لكن لو نزلت قلت لك شوف لي الناس شايفه كوكاكولا ازاي، البرسبشن بتاع الناس لكوكاكولا، ده يبقى اسمه ايه؟ كوانتيتيف. ده كواليتيتيف. كواليتيتيف. يس. انت مش هتجيب لي ارقام، انت هتجيب لي تقول لي ده الناس شايفه كوكاكولا حلوه في كذا ووحشه في كذا وهكذا. طيب هتعرف كلمه سمبل وسنسس يعني ايه؟ زي بتاع عدد السكان وسامبل عادي، سامبل صغير يعني. سنسس كل السكان زي الهيئه العامه للتعامل احسن. طب ومين اللي بيجاوب الحته دي يا جماعه؟ مين بيتكلم دلوقتي يعني؟ اه انا حسن. حسن باشا. سنسس زي التعداد السكاني اللي هي الهيئه العامه للتعبئه والاحصاء بتعمله. طب سيبك من التعبئه والاحصاء، انا مش فاهم يعني ايه سنسس، ما انا عايز اعرف. كل السكان مش عينه واحده. طيب بس خلي بالك انت بترجم الكلمه الانجليش بتاعت الريسيرش للعربي ترجمه حرفيه، هو صح اللي انت بتقوله بس ممكن تخلي الناس تفهم غلط. ناس تفهم كل السكان يعني ال 100 مليون بتوع مصر، لا مش مقصود بيها كده. يعني ما بين على حسب ال يعني لو انا بعمل سنتس على الهاوس هولد فانا ممكن مش هاخد البيبيز يعني. طيب وحسن باشا فاهمها كويس بس انا عايز ابسطها شويه. في حاجه اسمها ريسيرش ستيك هولدرز. لا هو في الاحصاء اللي بيعمل تعداد السكان ما بيعدش السكان واحد واحد، هو له سامبلينج بيمشي عليه وده بيستنتج منه الفوليوم بتاع الاحصاء لكن ما بيعدهمش. اما يقول عندنا مثلا 100,000 شقه مقفوله هو ما عدهمش 1 باي 1 ونمرهم، لكن خد سامبل كبيره في احياء كتيره تقول له التندنسي بتاعت الداتا دي ايه؟ ده الاحصاء او ده التعداد. هل ده صح انا كده؟ صح. يس يس. طيب انا عندي هنا ريسيرش ستيك هولدرز، عندي ايجنسي وعندي كلاينت. معلش يا جماعه لحظه خليكم معايا دقيقه واحده معلش. سوري يا جماعه. فانا عندي دلوقتي نفترض انا عايز يعني دكتور شديد مثلا، نفترض ان هو عنده اكاديميه بتاع التريننج عنده فيها مثلا 50 انستراكتور. قرروا ان هم يعملوا ريسيرش على 20 انستراكتور من ال 50. حلو جدا. ال 50 انستراكتورز دول نقول عليهم ايه؟ توتال، عشان ده كده حسن كانوا بيقولوا بالعربي فالناس بتتلخبط شويه في كلمه توتال بوبيوليشن، مش مقصود بيها توتال بوبيوليشن يعني كل الشعب اللي موجود في مصر، لكن دول اسمهم توتال بوبيوليشن، يعني هم دول الناس اللي تحت البحث، الناس اللي تحت البحث يتقال عليهم توتال بوبيوليشن. طيب انا هعمل ايه هنا؟ هاخد 20، ال 20 دول نسميهم ايه؟ سامبل. هما سامبل منين؟ من التوتال بوبيوليشن. حلو جدا. طيب نفترض بعد ما خدت ال 20 دول قلت انا قلقان لا يحصل ايرور من ال 50، فانا هعمل من ال 30 الفرق دول،
فانا لا انا هدخل ال 30 الباقيين معايا، يبقى انا كده اخدت من ال 50 كام يا جماعه؟ 50. لو انت اخدت ال 50 او خلينا نكتبها انا 50 عشان انتوا ما تتلخبطوش، يبقى لو العينه تساوي التوتال بوبوليشن يبقى ده نسميها ايه؟ سنسس. فهمنا يعني ايه سنسس يا جماعه؟ يبقى سنسس معناها بحث كل التوتال بوبوليشن دخلوا معايا في السامبل. خلي بالكم الجمله دي، كل التوتال بوبوليشن دخلوا معايا في السامبل. طب لما اعمل السنسس ايه الميزه اللي هتحصل عندي هنا؟ هيبقى عندي حاجه اسمها نو سامبلينج ايرور. تقول لي يعني ايه نو سامبلينج ايرور؟ مش في حاجه كده اسمها البي فاليو بتتكتب احيانا؟ البي فاليو هي بتتكلم على الخطا اللي بيحصل لما ناخد جزء من كل. تاني يا جماعه، السامبلينج ايرور هي عباره عن الخطا اللي بيحصل لما ناخد جزء منين؟ من كل. طيب بعض الناس يقول لي يبقى معنى كده انه في السامبل في سامبلينج ايرور. اه في السنسس مفيش سامبلينج ايرور. يس. طيب طالما في سامبلينج ايرور يبقى في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ يبقى طالما عندي حاجه اسمها سامبلينج ايرور يبقى برضو نوع، عندي نوع تاني اسمه نون سامبلينج ايرور. حد يعرف ايه الفرق بينهم اللي انا قلته دلوقتي يا جماعه؟ ده اما اختار ناس بعينهم يعني الايه سوري؟ يعني لو انا في مدرسه مثلا واخترت الطلبه فده ما فيهوش اي ايرور، يعني فوكس زي فوكس جروب يعني. لا او اندبس ميتنج يعني اسمه اندبس انترفيو اي دي اي. بالظبط. لا مش مقصود بيها كده يا جماعه. تاني يا جماعه، هو سامبلنج ايرور يعني ايه؟ يعني الخطا اللي بيحصل نتيجه لان انا اخدت جزء من الناس مش التوتال بوبوليشن. فانا عندي دلوقتي 50 انستراكتور، اخدت 20 انستراكتور. لما جيت اخدت ال 30 انستراكتور الباقيين لقيت النتائج اتغيرت، فمعنى كده ان ال 20 انستراكتور دول لما اخدت الداتا بتاعتهم مكتفيت بيهم في الاول طلع لي خطا ما كانش المفروض يبقى موجود. اختفى الخطا ده امتى؟ لما اخدت ال 50 كلهم، لما ضفت على ال 20 ال 30. كويس جدا. طيب يبقى السامبلنج ايرور هو عباره عن خطا بيحصل نتيجه لان انا اخدت عينه من التوتال بوبوليشن. حلو جدا. طب ايه النون سامبلنج ايرور؟ ملوش علاقه بحجم العينه. السامبلنج ايرور ليه علاقه بحجم العينه. طب النون سامبلنج ايرور؟ لا، حجم العينه كويس بس في اخطاء ثانيه هي اللي طلعت لي الايرورز دي. زي ايه الاخطاء دي؟ الناس اللي انت اخذتهم لا يمثلوا التارجت اودينس بتاعك او التوتال بوبوليشن. انا بعمل ريسيرش على سجاير مارلبورو ورحت جايب بوابين وهم دول ما قدروش يشتروا المارلبورو، او المودريتور اللي بيعمل الريسيرش ضايع رغم ان العينه حجمها كويس لكن المودريتور ضايع. فايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه النتائج في الاخر طلعت غلط. طيب ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه نون سامبلنج ايرور، اخطاء ملهاش علاقه بحجم العينه. يبقى السامبلنج ايرور خطا نتيجه لان حجم العينه صغير فطلع لي خطا. النون سامبلنج ايرور هو عباره عن خطا ملوش علاقه بحجم العينه تماما. طيب كويس جدا. نيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نسال سؤال كده مهم جدا. انا عندي هنا سامبل وعندي هنا سنسس. حلو جدا. ايه انواع الاخطاء اللي ممكن تحصل مع السامبل؟ سامبلنج ايرور ونون سامبلنج ايرور، ولا نون سامبلنج ايرور، ولا الاثنين، ولا ايه؟ ونفس الكلام هنعمله في السنسس. سامبلنج ايرور. سامبلنج ايرور. نون سامبلنج ايرور. بس ينفع. طيب والسنسس؟ ولا دي ولا دي. نون. نون سامبلنج. None at all. لا نون نايذر ولا نون سامبلنج بس اللي تحصل فيها؟ نايذر. نون سامبلنج. طيب اختلفنا كده يا جماعه، كده احنا اختلفنا.
أنا بقول نايذر اللي هي نان يعني. دي نايذر ولا نايذر يعني. نان في الإي بالإي في الآخر يعني. نان مش هيحصل ولا دي ولا دي. أوكي. عشان انت دفعت فلوس ولازم تاخد خدمة اللي انت عايزه هنكتبه. لا احنا بناخد حاجات بمليون جنيه ما نقدرش ندفع حقها بصراحة. لا يا باشا ده شرف لي يا ربنا يخليك. طيب كلكم موافقين على كده يا جماعة؟ لا السنسس نون سامبلينج ايرور. اوكي نون سامبلينج ايرور بس طيب احنا مختلفين كده انتوا ما فهمتوش الحته دي يبقى احاول اعيدها تاني. اصل السامبلنج ايرور ده معناه ان ايرور علشان السامبل جزء من الكل وبالتالي في ايرور. لكن السنسس لو انا اخدت كل الناس فالايرور اللي ممكن يحصل ما هوش سامبلنج ايرور هو نون سامبلنج ايرور اللي هو حاجه ملوش دعوه بانه سامبل يعني. احمل عنوس مش كده؟ ايوه. طيب حلو جدا. هناخد الجزء اللي قاله احمد عنوس ده ان في السنسس انا اخدت كل التوتال بوبوليشن دخلته في العينه فبالمنطق ما عنديش سامبلنج ايرور. لكن ممكن يظهر عندي نون سامبلنج ايرور زي ايه؟ ان المودريتور ضعيف، انه الاناليتيكال تولز اللي بتستخدم مش مظبوطه، انه الريكروتمنت بتاع الناس ما كانش هو العدد كويس اه بس مش العدد ده هو مش الناس دي الممثله ليه. فده صح. طيب فالجمله هنا الجزء ده صح كده. طيب بالنسبه للجزء الاولاني ان في السامبل ما عنديش غير سامبلنج ايرور، هل ده صح ولا اضيف عليه كمان النون سامبلنج ايرور؟ الاثنين ممكن يحصلوا. انا مر عليك يا باشا ده المنطق بيقول كده. يبقى في السامبل وارد الاثنين يحصلوا، سامبلنج ايرور لان انا واخد عينه من الكل، ونون سامبلنج ايرور الكويستشنير بس اسئلته مش واضحه، المودريتور ضايع، الاناليتيكال تولز مش قد كده وهكذا. لكن في السنسس مستحيل يبقى عندي سامبلنج ايرور، ما هو ربنا عارفه بالعقل يا جماعه، لان في السنسس انا بحط كل التوتال بوبوليشن، يبقى هتيجي سامبلنج ايرور ايه؟ في السنسس يا جماعه التوتال بوبوليشن يساوي السامبل، لو التوتال بوبوليشن يساوي السامبل دي اسمها سنسس. فهمنا يا جماعه الحته دي؟ لو حد تايه مني فيها قول لي نعيدها تاني. طيب نرجع تاني هنا، يبقى احنا قلنا الديزاين بتاع الريسيرش يا سكندري يا برايمري، يا كوانتيتيف يا كواليتيتيف، يا سامبل يا سنسس، يا راندم يا نون راندم. شو ندخل في تفاصيل الموضوع ده كبير جدا يعني. طبعا الديتا مايننج دي احنا بنديها احيانا فبنتكلم في 30 و40 ساعه يعني، فمش هندخل في تفاصيل. هنا باخد عينه عشوائيه او عينه غير عشوائيه. هقول سيمبلي كده امتى نروح لدي وامتى نروح لدي. في الكوانتيتيف يفضل نعملها راندم، في الكواليتيتيف يفضل ان هي تبقى نون راندم. ليه؟ ما كل حاجه في الدنيا ليها سبب. في الكوانتيتيف انا بدخل عدد كبير جدا من الناس لان انا بعمله يا كويستشنير، عاده بيبقى كويستشنير، فاقدر ادخل 500 400 وهكذا. فبنفضل ناخد ناس راندم عشان ما يبقاش فيه اي نوع من البايز. طيب في الكواليتيتيف لا، كواليتيتيف احنا بندخل عدد قليل جدا من الناس. كواليتيتيف ريسيرش يا جماعه بيتعمل بحاجه اسمها فوكس جروبس يا اما ان ديبث انترفيو. عدد الناس اللي مدخلهم كام؟ 30 40 ماكسيمم 50، فعدد قليل. فلازم نكون منقينهم على الفرازه بالنون راندوم، لانك لو دخلت واحد ضايع ايه اللي هيحصل هنا؟ ولا حاجه، هيبوظ، هياخد مكان وهدفع عليه فلوس ومالهاش اي قيمه. طيب حد يعرف يعني ايه كونترايفد ونون كونترايفد؟ بالتالي كونترايفد يعني مخلق او يعني حاجه صناعيه. نون كونترايفد ده تبقى حاجه طبيعيه شويه. ماشي. الكونترايفد عشان برضو تبقى سهله بالنسبه لكم، ارتفيشال
non-contrived ده natural. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بحث صناعي او اصطناعي وبحث طبيعي. حد ممكن يتخيل يا جماعة؟ ممكن مثلا تكون الارتفيشل اللي هي داتا بندخلها على سيستم وهو جنريت مثلا الريبورتس اوتوماتيكلي، ومثلا الناتشرال هي المانيوال او الناس هم اللي بياخدوا الداتا ويعملوا لها اناليسز ويطلعوا بالريبورت، مش حاجة اوتوميتد او حاجة بتحصل باي تولز جاهزه مثلا. انا ما اعرفش بس بحاول افكر. يعني دي حاجه كويسه نوها، لانك لو ما فكرتيش هتبقى كارثه بكل المقاييس. اهم حاجه تفكري يا نوها. ده تخيلي يعني، حاسه ارتفيشال شويه، حاجه ليها علاقه بالروبوتس بالماشينز بالتولز، فهي جنريتد اوتوماتيكلي، ناتشرال شويه human beings gathering data بيعملوا analysis بيحاولوا يطلعوا natural data كده يعني. طيب مش حد تاني ممكن يتخيل؟ انا اعتقد انها يعني artificial observation او mechanical observation like data collection from machines، وتاني human contrived ولا non contrived observation. لا الاثنين observation، يعني non contrived observation و contrived observation. طب ماله الفرق بينهم ايه؟ ان واحد هيتم ممكن ميكانيكالي، ممكن اعمل داتا كولكشن عن طريق كاميرات مثلا، والتاني هيومن اوبزرفيشن. يعني لا ما فيش فرق، هو الاوبزرفيشن هو نوع واحد، هو سوري هو ايتم واحد، ممكن عادي يكون هيومن وممكن يبقى ميكانيكال، بس هو مستحيل يبقى واحد منهم كونترايفد والتاني نان كونترايفد. اوكي طيب، هو كلمة contrived يعني artificial، يعني أنا بعمل البحث بعد انتهاء الظاهرة، لكن non contrived أنا بعمل البحث أثناء حدوث الظاهرة. طيب ناخد كده مثال بسيط عشان الريسيرش يا جماعة والديتا مايننج محتاج دايما أنك أنت تبقى عندك مثال عشان ما تنساش. نسيت احيانا، طبعا مش كل الناس اشتغلت الجزء اللي انا بقوله، فعشان كده هو لبعض الناس بيبقى جديد شويه. ناخد مثال لطيف جدا. انا دلوقتي عايز اشوف الناس اللي واقفه في طابور ماكدونالدز بيعملوا ايه، بيقفوا كام ثانيه او كام دقيقه، وهو واقف بينفخ بيبص في الساعه بيمسك الموبايل يلعب فيه بيعمل ايه عشان يعني يعدي الوقت اللي هو actually موجود فيه. ماشي طيب، فانا قاعد كأني واحد بياكل عادي جدا وبتفرج على الناس، وقاعد بعمل ايه؟ بكتب comments، فانا بدرس الظاهرة اثناء حدوثها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه natural اللي هو non-contrived. طب الoption التاني ممكن يبقى لا انا مش هعمل كده خالص، انا هستنى للزبون وهو خارج من طابور ماكدونالدز واقول له معلش فندم احنا بس عندنا فوكس جروب في الاوضه اللي هناك دي، حضرتك ممكن تشرفنا فيها؟ يروح جاي، تروح قايل له ايه؟ وحضرتك كنت واقف في الطابور بتاع ماكدونالدز كنت بتعمل ايه؟ يبقى انا بدرس هنا ظاهره بعد حدوثها، يبقى نسميها ايه؟ contrived. يبقى بالتالي الاوبزرفيشن اللي كان بيتكلم عليه حسن باشا دلوقتي يبقى contrived ولا non contrived؟ لازم يبقى contrived، سواء كان human او كان mechanical، لان دي كاميرا او عين بني ادم بتدرس الحاجة اثناء حدوثها، نسميه contrived اللي هو natural. لكن لو الحادثة خلصت وبسأل الناس وانتوا كنتوا بتعملوا ايه الاسبوع اللي فات او امبارح او لما كنتوا واقفين في الطابور من شوية، دي اسمها artificial اللي هي contrived. فهمنا يا جماعه الفرق بينهم؟ تمام.
بالتالي حضراتكم لما بتيجوا تعملوا رساله ماجستير او دكتوراه معظم الريسيرش اللي بتعملوه بيبقى كونترايفد ولا نون كونترايفد؟ بيبقى كونترايفد. انا بجيب سامبل من الناس واقول لهم يا جماعه انتوا لما حصل معاكم كذا كنتوا بتعملوا ايه، فده كله ارتفيشال اللي هو الكونترايفد. لكن وارد على فكره ان نعمل النون كونترايفد اللي هو بيعتمد على الاوبزرفيشن. وبالمناسبه مش احنا جبنا سيره حاجه لما كنا بنتكلم على المنافسين اللي هي كانت الميستري شوبينج؟ نهى زين نسأل نهى السؤال ده نشوف ايه الاخبار يا نهى. ايوه الميستري شوبينج يا نهى من وجهه نظرك كونترايفد ولا نون كونترايفد؟ متهيألي نون كونترايفد عشان دي حاجه اللي هي بتحصل برضو اون ذا سبوت، اللي هو انا دلوقتي بسالهم وبحاول اجيب. اللي بتقول انا صح، الميستري شوبينج بيحصل بشكل نون كونترايفد، لازم يبقى نون كونترايفد. ليه؟ لان هو انا بدرسه اثناء حدوث فده يسميه نون كونترايفد. طيب نرجع تاني، احنا اتكلمنا على الديزاين كولكشن. الكولكشن بتاع الداتا بيتعمل بطريقتين، يا اما عن طريق الاوبزرفيشن اللي احنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، يا اما عن طريق السيرفي. الكولكشن بتاع الداتا اعمله ازاي؟ اوبزرفيشن، فانا بتفرج، اللي هو الميستري شوبينج، يا اما ميكانيكال يا اما هيومن. او السيرفي، السيرفي بيتقسم نصين، يا كوانتيتيف اديله كويستشنير، يا كواليتيف اديله حاجه من اتنين، يا ان ديبث انترفيو اللي هو الوان تو وان، يا اما فوكس جروبس اللي هو وان تو جروب. اقولها تاني عشان ما تتلخبطوش، الكولكشن بيتعمل بطريقتين، يا اوبزرفيشن ده الميستري شوب، يا اما سيرفي. السيرفي حاجه من اتنين، يا كوانتيتيف بديلك كويستشنير، يا كواليتيف بديلك بعمل معاك يا ان ديبث انترفيو اللي هي 1 تو 1، يا اما حاجه مهمه جدا اللي هي ال 1 تو جروب اللي بنسميها فوكس جروبس. حلو جدا، لميت الداتا في الكولكشن هعمل ايه بعد كده؟ هعمل اناليسيس. طيب الاناليسيس هيفرق السوفت وير بتاعه؟ هيفرق حسب ايه يا جماعه؟ حسب هي كوانتيتيف داتا ولا كواليتيتيف داتا. يبقى الاناليسيس هيفرق لو كوانتيتيف، اشهر سيستم في الكوانتيتيف اناليسيس اسمه اس بي اس اس، دلوقتي في نازل نوع جديد اسمه داي منشن. فاميليار بالتو بروجرامز دول يا جماعه او التو سيستمز دول؟ انا اشتغلت على اس بي اس اس زمان. اوكي حاجه تفتكر اسمه ايه؟ اختصار ايه؟ ستاتستيكال حاجه، بس تخيل انت كمان 20 سنه. ستاتستيكال باكج فور سوشيال ساينس. صح، ستاتستيكال باكج فور سوشيال ساينس، ده الاس بي اس اس، او الجديد بتاعه اسمه دايمنشن. طيب الكواليتيتيف، حد يعرف كواليتيتيف؟ طبعا ده جديد، قصه ان احنا نجيب سوفت وير للكواليتيتيف. حد يعرف ايه السيستم اللي بيستخدم في الكواليتيتيف؟ اسمه ان فيفو، لازم تدخلوا تبصوا عليه يا جماعه. ما انا قلت لكم المره اللي فاتت على ياندكس، مش كده؟ ما سمعناش عليه. لا انا ما قلتوش خالص المره اللي فاتت. لا ده تول حلوه جدا يا جماعه، لازم تجربوها، لان ياندكس ده السيرش انجن بتاع روسيا اللي زي جوجل، بس الميزه اللي فيه كل حاجه مقفوله على جوجل تلاقيها مفتوحه على ياندكس. سوفت وير زي مثلا اس بي اس اس او ام فيفو لقيته مقفول على جوجل وبفلوس، تلاقيه فري على ياندكس. صور عليه كم صور بريزوليوشن مش طبيعي ياندكس، حاجه ما حصلتش. ارتكلز، كتب، فلازم تجربوه لان احد الميجر سورسز اللي احنا بنستخدمها. على فكره ياندكس ده موجود في مصر من 2005 بس احنا ما بنستخدموش، ناس كتير ما تعرفوش. فانت ممكن تلاقي ام فيفو وتلاقي اس بي اس اس كل ده على ياندكس ببلاش. طيب فانا عملت ايه هنا؟ جبت السوفت وير اللي هيعمل لي اناليسز للديتا. الخطوه الاخيره كانت ايه؟ الريبورتنج. مين اللي هيعمل ريبورتنج لمين؟
الايجنسي الريسيرش ايجنسي لو هي اللي بتعمل الريسيرش هتعمل ريبورتنج لمين؟ للكلاينت. يعني نفترض شركه اتصال تور شديد قال انا عايز اعمل ريسيرش على رجال الاعمال او الانتربرينورز، ماشي، هيجيب مين؟ هيجيب مثلا شركه زي اس نيلسون، ماشي. اس نيلسون هتعمل ايه؟ هتجيب مجموعه من الستارت ابس وتقعد معاهم تعمل ريسيرش. يبقى ريبورتنج مين اللي هيعمله لمين؟ الايجنسي هتعمله لمين؟ للكلاينت اللي هو دكتور شديد او اتصال. فالدوت كارد هي الديتا مانجمنت جيرني. انا هعرف ايه الموضوع اللي انا عايز اعمل ريسيرش عشان، طب ايه الاوبجكتيفز بتاعتي، طب الديزاين اللي يحقق الاوبجكتيفز دي ايه، طب الكوليكشن اوف ديتا هيبقى شكله ازاي، طب هل دي كوانتيتيف ولا كواليتيف عشان اعرف اعمل الاناليسز، طب بعد ما عملت الاناليسز حط الكلام ده في جداول واعرضها لمين؟ للكاستمر، عشان نقدر بشكل او باخر ان احنا نطلع باي باترن يساعدنا ان احنا نقدر نوصل لكونكلوجن. فهمنا يا جماعه؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء بقى اللي احنا هنشتغله المره الجايه، هو ده بقى الجزء الممتع جدا، ده الابلكيشنز المهمه جدا للديتا مايننج، حاجه اسمها ار اف ام سميها ريسنسي فريكوانسي اند مونيتري فاليو، وهنتكلم على حاجه اسمها دبل كلاسيفيكيشن، وهنتكلم على حاجه اسمها كروس سيلينج وكروس سيلينج جراد. فيعني ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه المره الجايه. حد ليه سؤال في الجزء بتاع النهارده يا جماعه؟ كله ممتاز بصراحه النهارده. الايه سوري يا حسن باشا؟ كله ممتاز. ربنا يخليك، ده من ذوقك يعني. دكتور حسن شكرا، ربنا يخليك، ودكتور رأفت ألف شكر على السيشنز الجميلة والحضور. لو سمحتوا انتوا عدد قليل لكن برضو في ايفالويشن نحب ناخده منكم، أنا حاطه على السكرين دلوقتي لو سمحتوا تملوه قدر الإمكان. لغدا الأربعاء جاي زي ما هو برضو حسن دكتور رأفت. أنا جاهز يا فندم إن شاء الله الساعة 4 بإذن الله. شكرا جزيلا. بس نبي اللي موجودين يملوا السيرفي.